السلام عليكم يا شباب، تعالوا نشوف واجب الحصة الثالثة. أول حاجة اللي تشوز، أول سؤال: circuit in the figure show a 24 volt connected across 3 resistor اللي هي 3 ohm وال 4 ohm وال 5 ohm. عايز ال potential difference across ال 3 ohm، عايز الفولت اللي هنا، كأن هنا في فولت ميتر وعايز مني قرايته. فإحنا عارفين إن الفولت ميتر بيقرا كام؟ I في R. طيب ال R بكام؟ ال R ب 3. فين بقى الاي؟ فين الكرنت اللي ماشي هنا؟ لازم نحسبه. يبقى هاجي احسب الكرنت الاول، الاي في بي اللي هي 24 على الار ايكويفالنت، ودول متوصلين سيريس، يبقى نجمعهم كلهم، يبقى 2 و 3 و 4 7 7 و 5 12. يبقى الكرنت بكام؟ ب 2 امبير. طيب يبقى الكرنت ب 2 امبير. طبعا الكرنت اللي معدي على 3 اوم هو اللي معدي على 4 اوم هو اللي معدي على 5 اوم، يبقى 2 في 3 6. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ذا جيفن الكتريك سيركت، عايز الكرنت يبقى مينيمم اقل ما يمكن، اقفل انهي سويتش؟ اخلي الكرنت اقل ما يمكن، ده معناه ان اخلي الار اعلى ما يمكن. عشان اخلي الار اعلى ما يمكن اوصلهم توصيله سيريس. طيب لو قفلت كي 1 الكهرباء هتمشي كده وتعدي في ار 2 بس، ماشي. لو قفلت كي 2 الكهرباء تمشي كده تعدي في ار 1 وتعدي في ار 2 وترجع تاني، وعدت فيهم سيريس، يبقى الاجابه كي 2 طبعا. طيب عايز برضو البوتنشال ديفرنس اللي على 4 اوم، اكن هنا في فولت ميتر وعايز قرايته، فقلنا الفولت ميتر قرايته كام؟ اي في ار. الاي بكام؟ مش عارف. الار بكام؟ ب 4. طيب ازاي اجيب الكرنت اللي هنا؟ انا معايا الكرنت اللي هنا ب 2 امبير، يعني انا لو جبت الكرنت اللي هنا هعمل لهم بلس واجيب الكرنت اللي هنا. يبقى تعالى نفكر ازاي نجيب الكرنت اللي اسمه اي 1 ده. اوكي، دول متوصلين بارل، فالفولت ثابت، يبقى في 1 ايكوال في 2، يعني اي 1 ار 1 ايكوال اي 2 ار 2. انا سميت ده اي 1، اي 1 في 1 ايكوال اي 2 في 2، يبقى الاي 1 بكام؟ ب 4 امبير. خلاص جبنا الاي، جبنا الاي 1 بكام؟ ب 4 امبير. طيب اذا الاي توتال يكون بكام؟ ما هو لو ده ب 4 امبير وماشي كده وفي 2 امبير ماشي كده، هما الاثنين يتجمعوا هنا ويخشوا هنا يبقوا كام؟ 6 امبير. يبقى اجي هنا 6 في 4 يبقى الاي توتال ب 6 اللي هو اللي معدي في 4 اوم ب 6 وال 4 اوم ب 4 اوم، يبقى 6 في 4 24 يبقى الفولت ب 24. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. In the electric circuit shown in the figure if the total current is 1.2 اهو ده current total، عايز يعرف الريدنج بتاعت اميتر 2. اميتر 2 متوصل فين؟ متوصل في البرانش ده، يبقى يقرا الكرنت في البرانش ده. يبقى الاميتر هو الديفايس بيقرا الكرنت، الاي زي ما اتفقنا هندرسه بالتفصيل في تشابتر 2، بيقرا الكرنت مكان ما هو متركب بالظبط. طيب ال 1.2 تيجي عند النقطه دي وتتقسم، حبه يخشوا كده وحبه يكملوا كده. الحبه اللي كملوا كده دول هيجوا هنا برضو يتقسموا حبه كده وحبه كده، يعني في النهايه هو هيتقسم على ثلاث فروع لان الثلاثه متوصلين بارلل. وبما ان الثلاثه ايكوال يبقى انا مش محتاج احسب حاجه، لان هو هيتقسم بالتساوي 0.4 0.4 0.4، يبقى الاجابه 0.4. طب لو انا عايز اعوض بالقوانين اللي انا مذاكرها في تشابتر 1 هقول اي 1 ار 1 اللي هو الفولت على اي واحده فيهم، الفولت هنا او هنا او هنا، ايكوال اي توتال ار ايكويفالنت بتاعت البارل بتاعتهم هم الثلاثه. اي 1 عايز اعرفها ار 1 ب 2، اي توتال ب 1.2، الار ايكويفالنت بتاع دول بكام؟ ب 2 اوفر 3 اللي هو ايه؟ 1 اوفر 2 بلس 1 اوفر 2 بلس 1 اوفر 2، واقلب الانسر او الواحده منهم على عددهم هيطلع معاك الانسر 0.4. نفس السؤال ولكن نقل مكان الفولت، نقل مكان الاميتر من هنا لهنا. طب ما انا عارف ان هنا اوريدي لسه حاسبينها ان هنا في 0.4 وهنا 0.4 وهنا 0.4. طب الكرنت ال 1.2 هي ماشيه كده، لما جت عند النقطه دي في هنا كام نزلوا؟ في ال 0.4، يبقى كام هيكملوا كده ويخشوا في الاميتر؟ في الاميتر 0.8 الباقي، ما هو هي 1.2 0.4 نزلوا هنا، الباقي كمل كده، يبقى عندي 0.8. السؤال اللي بعده بيقول لي which circuit the current in both resistor is different، عايز يعرف انهي سيركت الكرنت في اي ريزنس فيه مختلف عن الثانيه. مبدئيا
هستبعد تماما السيريس لان السيريس الكرنت السيم فاكر، يبقى الكرنت هنا ولا هنا واللي هنا ولا هنا لان هما سيريس كونكشن فمش مظبوط. طب دي برضو هستبعدها ليه؟ مع ان دول بارلل بس هما الاثنين ايكوال يعني 10 و10، فالكرنت لما يجي هنا هيلاقي فرعين قد بعض في الريزيستنس، ده زحمه زي ما ده زحمه مش فارقه بقى هاخد انهي طريق، فهيقسم نفسه بالتساوي. يبقى ده برضو غلط. انما هنا عندي تو ريزيستور مختلفين، فالكرنت لما يجي يتقسم الريزيستنس الكتير يخش فيها كرنت قليل، يبقى الاجابه طبعا دي. طيب نخش على الفولتميتر ريدنجز، كنا حليناهم في الشرح، استعلى برضو نحلهم تاني دلوقتي من نمبر 7 كده. بيقول لي if the switch is closed اهو، فانا switch خلاص والريزيستنس الار variable دي is increased، هتزيد الار، هتزيد الار، لما تزيد الار equivalent تزيد فالكرنت ايه يقل. تعال بقى نشوف الديفايس متركب فين ونكتب القانون بتاعه من العشر من العشر كيسز اللي عندنا في المنهج. طيب الفي متركب على constant resistance، دي اول كيس كانت الاي فار، مين ثابته؟ الار، ماليش دعوه بيها خالص. الكرنت حصل له ايه؟ كرنت قل فالفولت يقل، الاثنين دايركت لان الار خلاص ثابت مالكش دعوه بيها، فالاي قل الفي تقل، اي زاد الفي تزيد، فاللي جايبه هنا الفي ديكريز. طب ديكريز وريتش الزيرو ولا داز نوت ريتش الزيرو؟ داز نوت ريتش الزيرو، توصل للزيرو ليه؟ ما هو خلاص انت عندك ريزيستنس وعندك كرنت، في ارقام في فاليو. السؤال اللي بعده برضو الار في از انكريز، انا لسه هنرجع للسؤال، هو بيقول الار زادت، هاجي على جنب كده واكتب ان الار زادت فالار اكويفلنت زادت فالكرنت قل، وابدا اشوف بقى هو مركب الفولتميتر فين. فولتميتر على ريوستات دي كانت كيس نمبر 2، يبقى بيقرا اي في ار، اي في ار ريوستات. الار ريوستات قال ان هو زودها وطبيعي ان الكرنت كان بيقل، ايه اللي يحصل للفولتميتر؟ يسمع كلام مين؟ يسمع كلام الريوستات. قلنا الفي بتسمع كلام الار مع ان الكرنت قل، بس الفي هتتاثر اكتر بالار، يبقى الفي برضه هت ايه؟ هتزيد. يعني الار لو زاد مرتين الاي ساعتها هيقل، بس مش هيقل نص، هيقل مثلا سي 1 اوفر 3 مثلا اي رقم، فالفي هتزيد بس مش توصل الدبل، يبقى هتزيد او هتاثر اكتر بالار. نمبر 9 بيقول لي الار زادت، هاجي على جنب كده واقول له الار فاريبل لما تزيد الار اكويفلنت بتزيد فالاي، انا كتب هنا تحت ايه؟ الاي توتال هتقل. ماشي عظيم، نشوف الفولتميتر متركب فين. الفولتميتر متركب على باتري وايه؟ وريوستات. يبقى في بي ماينس اي افتح براكت ار فاريبل بلس الار انترنال. ار انترنال بقى موجود مش موجود مش فارقه كتير، يعني ده كان بزيرو او برقم مش فارقه خلاص، لان هي كده كده في النهايه كلها ثابته، الفي بي ثابته والار ثابته. عمل ايه في الار فاريبل؟ زودها بده كده زاد، فقلنا الكرنت هيقل سيكا، بس الفي بتسمع كلام الار، المفروض ان الفي تسمع كلام الار وتزيد زيها صح، بس احنا قلنا عندنا هنا ايه؟ ماينس، فبنغير الكلام ده، يبقى هما كده العلاقه بين الفي والار هنا ايه؟ انفرس. يبقى الاجابه ان الفي هت ايه؟ هتقل، هتقل عشان الار زادت وهنا في ماينس، يبقى الاجابه ديكريز. طيب نمبر 10 what will happen to the reading of the voltmeter when the switch K is closed. عايز يقفل السويتش ده فيشوف قريه الفولتميتر هيحصل لها ايه. لما نقفل السويتش الار هتقل لانك موصلهم بارلل، فالاي هت ايه؟ هتزيد. نروح بقى نكتب القانون بتاع الديفايس. الفولتميتر دلوقتي متوصل على باتري، يبقى يقرا كام؟ في بي ماينس اي ار. طيب الكرنت حصل له ايه؟ الكرنت زاد. طب والفولت حصل له ايه؟ الفولت يقل، يبقى الاجابه ديكريز وبرده داز نوت ريتش زيرو. ايه اللي هيوصلها للزيرو يعني؟ ما السيركت كلوزد وفي كرنت وفي ار وفي فولت في كل حاجه. طيب في ناس بتفكر ازاي بقى؟ ان انا لما اقفل السويتش انا كده زودت ريزيستنس، عشان هما كانوا لمبه، هي كانت لمبه واحده اللي منوره، بقوا لمبتين، فيقول لك انا كده زودت الار. لا، افتكر انك موصلهم بارلل، واحنا مذاكرين بقى ان البارلل بيصغر مش بيكبر، يبقى انا اضفت لمبه على السيركت، الا ان انا برضو قللت الايكويفالنت ريزيستنس. نمبر 11 السويتش از كلوزد والار فاريبل هي ايه؟ هيزودها، برضو اكتب الار فاريبل انكريز فالاي توتال ديكريز.
تعال نشوف بقى الديفايس بتاعي متركب فين على باتري بقى بيقرا في بي ماينس اي ار. عملت ايه في الكرنت؟ قل. يبقى عامل ايه في الفولت؟ يزيد. عكس بعض عشان هنا في ماينس يبقى الاجابه انكريز. نيجي النمبر 12 الايكويفالنت ريزيستنس او سوري الفاريبل ريزيستنس انكريزد. ايه اللي يحصل للريدنج بتاعت الاميتر؟ الاميتر ده. طيب ماشي بص يا سيدي دلوقتي انا عايز اكتب القانون للاي اللي بيحسبه الاميتر. الاي بتاع الاميتر الكارنت اللي هو اللي هنا ايكوال الفولت اللي في المنطقه دي على الار اللي في المنطقه دي. الفولت اللي هنا هو هو الفولت اللي هنا لان هما الاثنين متوصلين بارلل لحد هنا تمام مفيش كلام جديد. فانا عايز اعرف الفولت اللي تحت ده حصل له ايه وبالتالي اعرف الفولت ده حصل له ايه وبالتالي اعرف الاي حصل لها ايه. طيب هو قال لي ان الار زادت يعني الفي هنا ايكوال اي ار فاريبل. حضرتك زودت الريزيستنس يبقى زودت ايه كمان؟ الفولت. اي نعم انت هتقلل الكارنت هنا لان طبعا الكارنت هيقل سنه زي ما اتفقنا بس في النهايه الفولت بيسمع كلام مين؟ بيسمع كلام الار فاريبل. الار زادت الفي تزيد. فلما الفولت يزيد لما الفولت بتاع الريوستات يزيد الفولت اللي هنا كمان هيزيد اللي هو اللي على الار بتاعتنا. ولما الفولت اللي عليها يزيد الكرنت اللي عليها ايه؟ يزيد لان هما الاثنين دايركت. في طلبه بتجاوبها بطريقه ثانيه كده من السنين اللي فاتت وبرده مش غلط وطريقه برده سهله. بيقول لي ايه؟ يقول لي يا مستر طالما انا الكرنت كان عندي داخل هيتقسم عليهم هما الاثنين عشان هما الاثنين بارلل طالما انا زودت الريزيستنس دي يبقى الكرنت فيها هيقل يبقى الكرنت هنا ديكريز اوتوماتيك ان الكرنت هنا انكريز على اساس يعني ان الكرنت بيخش على فرعين فلو قل في واحد يزيد في الثاني برضه صح مش غلط بس لما بساله ليه هو ما يعرفش انا حاسسها كده انا شايف انها كده انما طبعا ده الايه الاثبات الاثنين صح. طيب نمبر 13 if the sliding contact of the rheostat is moved from point X to point Y, the reading بتاعت الفولتميتر هيحصلها ايه؟ في المسائل دي لازم نشوف اولا الفولتميتر متوصل على ايه؟ ده اول حاجه، تاني حاجه ننقل السلايدر من النقطة X للنقطة Y ونشوف الرسمة عاملة ازاي. مبدئيا الفولتميتر لما تبص كده من أول نظرة كده على طول تلاقي إن هو متركب على ريزيستنس، بس لو تمعنت في النظرة شوية هتلاقي ان هو برضو اكنه متركب فين؟ اكنه متركب على الباتري. دراعاته لمسة الباتري. دراعه اليمين والشمال لمسين الباتري. فهو برضو متركب على الباتري. فاقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان هو كده كده بيقرأ كام؟ VB minus IR. طب ما هو بيقولك الار بي زيرو. خلاص مع السلامة. يبقى الفي equal VB. يعني الاجابة اكيد ايه؟ remains unchanged. طيب. دي كانت اول نقطه طلبها منك حته بقى ان انت تنقله دلوقتي لما هو موجود عند اكس كده تعال نوديه عند واي. ادي الريزيستنس ادي النقطه اكس ادي النقطه واي انا هشيل السلايدر من هنا واجيبه هنا فشكله بيعمل كده. ايه بقى ده؟ انا كده لغيت الريزيستنس دي لان بقى هنا في شورت سيركت سلك فاضي بارلل ليه فانا كده بلغي الار دي. اوكي ده هحتاج انك تشوفه في مسائل تانية بعد كده. يبقى انت دايما بتشوف لو هو هنا انا كده معايا دول ايه بارلل. طب ولو انا جبته هنا هيبقى معايا الاثنين دول ايه سوري دي اتلغت ومعايا بس ايه الار دي. طيب يبقى في الاول في الحاله اللي احنا فيها دي كده هو اكيد بيقرا كام؟ اي توتال فقرع الاثنين اي توتال فقرع الاثنين اكيد ما هما الاثنين دول بارلل يبقى قرع الاثنين. انا بحلها لك بطريقه ثانيه. طيب ودلوقتي لو انا جبته عند واي خد بالك انك كده لغيت المقاومه دي فالار قلت فالكرنت ايه سوري اسف فالار كده زادت ما قلتش. الار زادت ليه؟ لان هما الاثنين متوصلين ايه متوصلين بارلل فعندي الار ايكويفالنت هنا ار اوفر 2. طب ودلوقتي بقت الار ايكويفالنت بكام؟ بار واحده بس. فالريزيستنس زادت
فالكرنت يقل. طب زادت كم مرة؟ هي كانت نص R وبقت R، يبقى زادت الدبل. فالكرنت بدل ما كان I total يبقى نص I total، يبقى الكرنت اللي ماشي هنا كده اسمه نص I total. طب ال V دلوقتي متوصلة فين؟ متوصلة على فولت ميتر، يقرأ كام؟ I في R. ال I بكام؟ I total على 2 في ال R بتاعتنا، ما فيش غيرها طبعا. فهتلاحظ طبعا ان هو نفس القراية ولا لأ؟ نفس القراية. طريقة أطول وأصعب شوية، لو أنت كنت ركزت في الأول وخدت بالك إن دراعاته متوصلة على طول مع الباتري من هنا كده أهي، فهو بيقرأ على طول، وبما إن الإنترنال طبعًا بزيرو فبيقرأ الـ VB بالإجابة on a change. ده برضه لسه حلله من شوية زي نمبر 12. برضه عايز يعرف الإيه؟ الأميتر هيحصل له إيه؟ لما الريزيستنس دي تقل. تعالى بقى نحلها بالطريقة اللي هي السريعة كده. لما الريزيستنس دي تقل الكرنت اللي هنا هي ايه؟ هيزيد. والكرنت اللي هنا لما يزيد الكرنت اللي هنا هي ايه؟ هيقل. خلاص يبقى انا عايز قرايه في الاميتر يقل، يبقى يا دي يا دي. طيب هو انا لما اقلل الريزيستنس، لما اقلل الريزيستنس الكرنت كله ار توتال هي ايه؟ هيزيد. والكرنت التوتال لما يزيد قرايه الفولتميتر ده تزيد، لان الفولتميتر بيقرا كام؟ اي في 2 R. طب الـ I total حصل لها ايه؟ زادت، فالفولت ايه؟ يزيد. يبقى الإجابة طبعا هتكون B. انا هحلتلك بالطريقة اللي هي السريعة، تعالى هثبتلك برضو تاني. بص يا سيدي، انا عايز اعرف الاميتر هيحصل له ايه. قراية الاميتر الـ I اميتر equal الفولت اللي على الاميتر divided the resistance اللي عند الاميتر اللي هي ال 2 R. طب انا عايز اعرف الفولت ده حصل له ايه. طب ما الفولت اللي هنا هو هو الفولت اللي هنا لان هما متوصلين بارل. طب الفولت اللي هنا ده حصل له ايه؟ هو اي ار يوستات، الار يوستات قلت فالفولت اكيد هيقل. يا مستر ده الكرنت هيزيد سنه هنا كده اكيد طبعا، بس انا بتكلم ان دايما الار هي اللي بتاثر اكتر في الفي، يبقى الار لما تقل الفي تقل. خلاص يبقى الفولت هنا ايه؟ قل. يبقى الفولت اللي فوق ما هما الاثنين بارل، هو نفس الفولت اصلا، فالفولت برضه هيقل. فلما الفولت يقل الكرنت يقل. انا برضه اثبتها لك، وبرضه ممكن تحلها بالطريقه السريعه بتاعت زمايلك من السنين اللي فاتت، يقول لك ايه؟ طالما الكرنت قل في ناحيه يبقى هيزيد في الناحيه الثانيه. فهو قالوا ان الكرنت هنا هيزيد. هيزيد ليه؟ لان المقاومه هنا هتقل، يبقى الكرنت فوق هيزيد. سوري، يبقى الكرنت فوق هيقل، لان احنا قلنا المقاومه هنا ايه؟ قلت، المقاومه قلت، فالكرنت هنا زاد، والكرنت لما يزيد في فرع يقل في الفرع التاني. طيب نمبر 15، عايز يعرف الفاريبل ريزيستنس لما يزيد الدبل الفولت ميتر ريدنج يحصل لها ايه. طيب تعال نبص على الفولت ميتر متركب فين. الفولت ميتر متوصل على ريوستات، فبيقرا كام؟ اي ار ريوستات. الار ريوستات زادت مرتين، فالكرنت هيقل. هل بقى هيقل النص ولا لا؟ ابص الاول على الريزيستنس، في جنبها حاجه ولا مفيش؟ اه في جنبها ريزيستنس كمان، يعني اللي بيرخم على الكرنت مش مقاومه واحده بل مقاومتين. يعني لما ده يزيد مرتين الكرنت مش هيقل النص، هيقل الحاجه اقل من النص، فده مثلا ممكن يقل 1/3 مثلا. وبالتالي دي تسمع كلام مين؟ تسمع كلام الكبير اللي هو الار، فتتأثر بالار. طب تتأثر بالار وتزيد الدبل زيه ولا اقل؟ اقل. يبقى هتزيد بس مش هتوصل الدبل، هتزيد بس مش توصل الدبل. طيب السؤال ده هحتاجه تاني قدام، هيجي لي سؤال عامل كده هرسمه لك دلوقتي برضه عشان تقارن الاثنين قدام بعض. نفس السؤال بالظبط اهو، والار انترنال بزيرو، بس المره دي بقى الريوستات لوحده. طالما الريوستات لوحده يبقى الكرنت لو زاد مرتين، سوري، لو الريزيستنس، لو الار فاريبل زادت مرتين لازم الكرنت يقل النص. لازم. ليه؟ ما هو مفيش غيره. ما هو هنا الفي بكام؟ هنا الفي باي في ار ريوستات. الفولت اللي عندنا ثابت لان الار انترنال بزيرو، الفي ايكوال في بي، فده ثابت كونستنت. فلو ده زاد مرتين لازم ده يقل النص. لازم ده يقل كام؟ يقل النص. وهالسؤال هيبقى لنا قدام. امال ليه هنا ما ليه هنا ما قلتش ان الكرنت قل النص؟ عشان في ريزيستنس كمان سيريس. مش فاهم.
الكرنت هنا بيساوي كام؟ في بي على ار فاريبل بلس ار كونستنت. فالار فاريبل لما تزيد مرتين تايمز 2 ده ما يقلش للنص، حاجه اقل من النص. امال هنا في السيركت اللي انا راسمها لك دي، دي الكرنت فيها بكام؟ في بي على الار فاريبل بس، وبالتالي لو ده زاد مرتين لازم ده يقل النص. ليه؟ ما مفيش غيرها اصلا ودي ثابت خلاص. انما دلوقتي في حاجتين تحت، مش مقتنع هتجرب بارقام، حط الفولت برقم وحط الار برقم وارجع احسب الاي، بعد كده زود الار واحسب الاي تاني، هتلاقي طبعا الكلام ده مظبوط. طب نمبر 16، in the show electric circuit if the value of the resistance is decreased، هيقلل الار، قللت الار فاريبل يعني الكرنت زاد. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه، عايز انهي ريشيو ديكريز. خلاص احنا عرفنا ان الار فاريبل قلت والكرنت زاد، عايز الريشيو اللي يقل. طيب انا عايز الريشيو يقل، تعال نشوف الاول كل واحد فيهم بيقرا كام. والله في 1 متوصل على الريزيستنس دي اهو، لامسين الار دي، يبقى اي في ار، الاي ماله زاد، فالفولت 1 ماله زاد، يبقى في 1 انكريز. طب في 2 بيقرا كام؟ في 2 بيقرا في بي ماينس اي ار، لان هو متوصل على باتري وفي انترنال طبعا. خلاص الاي ماله زاد، فالفي مالها تقل، يبقى في 2 ديكريز. طيب تعالى بقى نشوف انهي اجابه صح. لو جبت الفي 1 وقسمته على الفي بي، هل الريشيو ده هيقل؟ تعالى نشوف، في 1 اصلا زاد وده ماله كونستنت، فلو الفي 1 ثابت يبقى الريشيو بتاع، سوري، لو الفي 1 زاد يبقى الريشيو ايه؟ هيزيد. لو في 1 انكريز يبقى الريشيو انكريز، لان في كونستنت، في بي كونستنت. فالاجابه دي غلط، لان انا عايز الريشيو ده يقل. تعال نشوف اللي جنبها، نجرب في 1 على في 2، سوري في 2 على في 1. الفي 1 زاد، طب ما هو لو زاد يا مستر الريشيو هيقل. طب وفي 2؟ في 2 قلت اوريدي اي، فلما في 2 تقل الريشيو برضه يقل، لان الريشيو والفي 2 كده دايركت. انا اعتبرت ان هو عايز ده حاجه اسمها ريشيو، خلاص قيمه، في 2 قل يبقى الريشيو بتاعي هيقل، في 1 زاد يبقى الريشيو بتاعي هيقل برضه، عشان هما الاثنين انفرس، انما الاثنين دول دايركت، يبقى الاثنين اللي فوق دايركت، ده وده انفرس. الاجابه طبعا هتكون دي، مش لازم بقى تجرب الباقي خلاص، ما انت وصلت للانسر. If the variable resistance increase، من غير برضه ما اقرا، خلاص الار فاريبل زادت يبقى اكيد الكرنت التوتال قل. تعال نشوف بقى هو مركب الفولتميتر فين. الفولتميتر متركب هنا على كونستنت ريزيستنس، يبقى بيقرا اي في ار. الار بتاعتي كونستنت ما زادتش، الار اللي انا متركب عليها ثابته، الاي ماله قل، فالفولت ماله يقل. ايتين، الفاريبل ريزيستنس قلت، خلاص نشوف نكتب القانون، الار فاريبل قلت يبقى الاي زادت. انهي ريشيو يزيد؟ نكتب برضو كلمه ريشيو، نجيب الارياب بقى ونرجع نعوض. يلا في 1 بيقرا اي في ار فاريبل، الار فاريبل قلت، طب ما الكرنت هيزيد، بس الفي تسمع كلام مين؟ تسمع كلام الار، فالفي 1 تقل، يبقى في 1 ديكريز. طب في 3، في 3 متركب على كونستنت ريزيستنس، يقرا اي في ار، الار بتاعتي ثابته، الكرنت بتاعي زاد، الكرنت لما يزيد الفي تزيد، يبقى ده كده انكريز. طب وفي 2؟ في 2 بيقرا في بي ماينس اي ار، بس الار بتاعتي بزيرو فيبقى بيقرا في بي. تعالى بقى نشوف انهي ريشيو يزيد، في 1 على في 2، يلا نجرب اول واحد. الفي 1 اصلا ايه؟ قل، فالريشيو بتاعي يقل، والفي 2 كونستنت اصلا، لا خلاص غلط، ده انا عايز حاجه تزيد. تعالى نجرب اللي بعده، ريشيو في 1 على في 3، في 1 قلت فالريشيو يقل، في 3 زادت فالريشيو يقل، عشان هما انفرس، ما ينفعنيش الكلام ده برضو. انا عايز حاجه تزود الريشيو، تعال نجرب اجابه كمان، دي برضو غلط،
ودي غلط. في 3 على في 1 الفي 1 قلت فالريشيو يزيد عشان هم عكس بعض انفرس. طب والفي 3 زاد فالريشيو يزيد برضو، يبقى دي الاجابه. نمبر 19 when closing the switch K in the opposite electric circuit ايه اللي يحصل للفولتميتر 1 وفولتميتر 2؟ طيب مبدئيا كده نمسك السويتش ونقفله ونشوف ايه اللي حصل. انا بقى عندي سلك فاضي بقى بارلل للريزيستنس بتاعتي فيلغيها خالص. اتفقنا ان لما السلك الفاضي يبقى بارلل لحاجه بيلغيها. يبقى في 1 بقى متركب على سلك فاضي، يبقى في 1 بيقرا 0. طب انا لما لغيت الريزيستنس دي هم دول متوصلين ازاي اصلا؟ متوصلين سيريس. ما يغركش بقى كل يعني الاشكال دي، اي ديفايس اكنك مش شايفه اصلا، اكنك مش شايفه. بص لما اشيلهم خالص عادي جدا متوصلين ايه مع بعض، متوصلين مع بعض سيريس عادي جدا. اوكي طيب تعال نرجع تاني كده. ده اصل الرسمه بينا قفلت الكي وقفلت السويتش في سلك فاضي، ففي 1 متوصل على سلك فاضي بيقرا 0. انا كده عملت ايه؟ لغيت الريزيستنس دي، فالار كده قلت فالاي زاد. خلاص تعالى نشوف في 2 متركب على ايه. في 2 متركب على باتري وكونستانت ريزيستنس، يبقى بيقرا في بي ماينس اي ار بلس ار انترنال. الار انترنال كده كده بزيرو مش مهم، يعني حتى لو برقم فهي ثابته. الار ثابته، الاي زاد ففي 2 يقل عشان الماينس ده، هما كده عكس بعض. يبقى الاجابه ان في 1 بزيرو، فين في 1؟ زيرو، يبقى هي دي دي. في 2 قل، يبقى الاجابه دي برضو. ايه اللي بيوصله زيرو يعني؟ اكيد داز نوت ريتش زيرو. طيب برضه سلايدنج كونتاكت، عايز يعرف البرايتنس بتاعت اللامب والفولتميتر ريدنج يحصل لها ايه لما نحرك السلايدنج كونتاكت من عند كيو لحد بي. تعال نخلص الاول الفولتميتر. الفولتميتر وهو متوصل عند كيو هو يا دوب كده واقف فوق اللمبه، يبقى بيقرا الفولت اللي على اللمبه. طب لما اجيبه عند النقطه بي يبقى كده دراعه ماسك مين ومين؟ ماسك اللمبه وماسك الريزيستنس، فالفولت بتاعه هيزيد لانه بقى حاجتين مش حاجه واحده. يبقى ال V ال V1 او الفولتميتر ريدنج اكيد انكريز. شوف بقى معايا اللمبه، اللمبه اضاءتها تعتمد على الكرنت، والكرنت VB على الار ايكويفالنت اللي هي ار اللمبه والار اللي عندك دي بس والار الكونستانت دي. هل لما انا احرك السلايدنج كونتاكت بتاع الفولتميتر هل ده غير حاجه عندك هنا؟ هل ده غير الباتري؟ غير الار اللمبه؟ غير الار الكونستنت؟ اكيد لا. فالكرنت برده ما اتغيرش، يبقى الاجابه نو تشينج. يبقى انا الفولتميتر ده ما هو الا ديفايس انا بغير مكانه بس. اتفقنا؟ سؤال 21 ان كلوزنج ذا سويتش كي، عايز يعرف الاميتر والفولتميتر بيحصل لهم ايه؟ اي سؤال في سويتش هنحسب قبل وبعد، بيفور وافتر. تعال نحسب البيفور الاول. لو انا دلوقتي سويتش اوبن الاميتر ده مش موجود، ما هو اوبن بقى خلاص انا كده مش شايف ده خالص اكيد، فالاميتر ما بيقراش حاجه. فلما اقفل السويتش بقى، لما ابدا ان انا اقفل السويتش هو الاميتر كده هيبدا يقرا، فاكيد قرايه الاميتر انكريز، ده شيء اكيد. ما هو ما كانش بيقرا في الاول لانه ما كانش بيوصل اصلا. فلما اقفل السويتش الكرنت هيمشي كده، هيلاقي قدامه كام طريق؟ ثلاث طرق، الاميتر والريزيستنس والفولتميتر. قلت لك الفولتميتر مقاومته عاليه جدا فبنعتبره اكنه مش متركب اصلا، اكنه اصلا مش موجود، كانك مش شايفه. بقى عندك كام طريق؟ طريقين، ريزيستنس واميتر. الاميتر مقاومته صغيره جدا جدا جدا، فلو توصل بارلل مع حاجه بيلغيها زيه زي الجامبر واير او الشورت سيركت او السلك الفاضي، كلها اسماء نفس الحاجه، يبقى الكرنت هيمشي ازاي؟ يبقى الكرنت هيمشي ازاي؟ هيمشي كده ويرجع تاني، هيفكس خالص لمين؟ لدي ولدي.
يبقى قرايه الاميتر اكيد انكريز، يبقى الاميتر قرايته انكريز. طب والفولتميتر يا مستر؟ ما هو الفولتميتر في الاول كان بيقرا حاجه اكيد لانه متوصل على ريزيستنس، والكرنت مشي كده ده في الاول لان ما كنتش لسه موصل ده، فبيقرا اي في ار. طب انا دلوقتي لما اقفل السويتش فالكرنت يخش من هنا كده، في كرنت مشي في دي؟ لا. يبقى الكرنت هنا بكام؟ زيرو. يبقى الفولت بكام؟ زيرو، يعني ديكريز. يبقى الاميتر انكريز، الفولتميتر ديكريز، اللي هي دي. الانترنال اوف ذا باتري از نيجلكتد والار 1 زادت. طيب نقف لحظه كده، الار 1 زادت يعني الار اكويفالنت زادت، يعني الاي توتال ال. خد بالك بقى في طلبه بتعمل ايه، تقول لك انا دايما فاكره ومذاكره ان البارل بيعكس، البارل لما بيصغر اوكي، فيقول لك ايه، انا زودت ار 1، انا زودت ار 1 زودت الريزيستنس دي، طب ما دول متوصلين بارلل فاكيد الار قلت لان هم بارلل، اصل البارلل بيعكس. طبعا الكلام ده مش مظبوط. واحده واحده كده، امتى البارلل بتصغر؟ بص يا سيدي، لو انا عندي سيركت زي دي، دي بخمسة اوم، قمت انا جاي مركب عليها بارلل 5 اوم، بقت الار كلها بكام؟ ب 2.5، فكده الار قلت. طب لو انا عندي سيركت اصلا كده جايلك كده، وانا مسكت الخمسه دي وزودتها خليتها مثلا 10، يبقى دي 5 ودي بقت 10، يبقى انا الريزيستنس دي فاريبل، بوطي وعلي قيمتها، هي اوريدي كانت موجوده، اوريدي كانت بارل كونكشن وزودتها، خلاص بقت 10 على 5. احسب كده 10 في 5 على 10 بلس 5 هيطلع لك كام؟ 3 بوينت شويه على ما اتذكر، يعني 3.333. طب ما هنا الايكويفالنت كان بكام؟ كان ب 2.5. فالخلاصه انك لو زودت الريزيستنس فانت كده بتزود الريزيستنس التوتال كده كده، مفيش بقى حاجه اسمها دي بارلل دي سيريس مش عارف، لا مفيش الكلام ده. خلاص انا اثبت لك بالارقام اهو عشان ما تتلخبطش فيها. يبقى الار لما تزيد حتى لو بارلل يبقى الار ايكويفالنت برضو ايه؟ زادت، ده كلام ثابت، فالكرنت توتال ايه؟ قل. تعال نشوف بقى قرايه كل ديفايس منهم. والله انا زودت الريزيستنس هنا فاميتر 2 ديكريز. طيب الاي توتال، ما هو قلنا الكرنت توتال هيقل يبقى برضو ديكريز. طب اميتر 3، تعال بقى نشوف حكايته ده. اميتر 3 بيقرا في على الار 2، الفولت اللي هنا اسمه ايه؟ والله مش عارف، بس هو الفولت اللي هنا اكيد هو الفولت اللي فوق لان الاثنين دول بارلل فالفولت كونستنت. طب ما الاثنين دول وصل لهم فولت بكام؟ مش هو قال لك فوق ان الانترنال نيجلكتد، يعني الفولت اللي فوق ايكوال في بي، يعني الباتري هتخرج كل اللي عندها اللي هو قيمته كام؟ في بي. يبقى دي عليها في بي ودي عليها في بي، طيب يعني دي اسمها في بي، طب ما الفي ثابته عشان في بي، والار ثابته ما جتش جنبها، الار 3 سوري الار 2 دي ما جتش جنبها، يبقى الاي 7 ما جتش جنبه، يبقى الاميتر، يبقى الاميتر 3 قرايته كونستنت. نشوف بقى ديكريز ديكريز كونستنت فين؟ فين ديكريز ديكريز؟ يبقى الاجابه المفروض ديكريز ديكريز كونستنت. طيب لا ده هو اصلا هيعمل ايه؟ هيقلل الريزستنس. خلاص يبقى الاجابه العكس بقى، انكريز انكريز كونستنت، يبقى الاجابه هتكون سي. انا بس حليتها على ان الار ايه؟ الار زادت، لا هي الار هتقل. تعال نحلها تاني، يبقى الار 1 هو قال لي انها قلت، يبقى الار ايكويفالنت قلت، يبقى الاي توتال زادت. طيب تعال نشوف هنا الار ايه؟ الار هنا قلت فالاي ده زاد، يبقى ده انكريز. طب ما الاي توتال اتفقنا انه انكريز، والاميتر 3 اثبت لك انه كونستنت، يبقى الاجابه انكريز انكريز كونستنت عشان هو قال لي الار قلت. طبعا لو الار زادت هتحلها زي ما لسه حالها من شويه كده، انا بس قريتها غلط فايه فبدلت. طيب ان ذا شو الكتريك سيركت الانترنال برضه نيجلكتد، بستفاد من الجمله دي ان الفي ايكوال في بي على طول، فولت الباتري في بي،
يلا يبقى الفي ايكوال في بي. وين ذا فيلمنت اوف ذا لامب از بيرنت اوت، اللمبه اتحرقت خلاص اللي هناك دي خالص اللي هي دي اتحرقت، الفولتميتر حصل له ايه؟ مبدئيا الاثنين دول متوصلين بارل، والفولتميتر متوصل عليهم او متوصل على الباتري، فقرايه الفولتميتر في الحاله دي في بي كده كده. شيل انت بقى لمبه، شيل لمبتين، حط خمس لمض، ايا كان هتعمل ايه، هو قرايته بيقرا اللي هيخرج من الباتري اللي هو الفي بي، فاجابته ايه؟ كونستنت. عايز احل السؤال بقى، لو كانت الانترنال نوت ايكوال زيرو، طب ما كده قريت الفولتميتر بايه بقى؟ بفي بي ماينس اي ار. هنتكلم برضو بالتفصيل في الحصه اللي جايه ليكتشر 4 ان شاء الله. عايز اعرف الفولتميتر حصل له ايه؟ لو هي مش بزيرو، لو هي كانت بزيرو يبقى ايكوال كام؟ في بي بس، هتشيل ده ايكوال في بي بس، والفي بي دي كونستنت مش هتغير. لو في انترنال يبقى ماينس اي ار. هو انا لما احرق اللمبه دي انا كده عملت ايه في الريزيستنس؟ هتقول لي مستر قللتها. غلط، لان هما الاثنين بارلل، فلما انت بتشيل واحده منهم الار بتزيد، صح؟ زي ما اتفقنا من شويه، تعالى ندي ارقام كده، دي ب 5 اوم ودي ب 5 اوم، الايكويفالنت بتاعهم دلوقتي بكام؟ ب 2.5. طب الغي دي، بقى الايكويفالنت بكام؟ 5، يعني الار بتزيد، فالكرنت بايه؟ بيقل، والكرنت لو بيقل الفي بتايه؟ بتزيد. يبقى قرايه الفولتميتر ثابته لو الانترنال بزيرو زي ما حليتها في الاول، لو الانترنال مش بزيرو الفولتميتر هيزيد لان لمبه منهم اتحرقت، فالمقاومه زادت فالكرنت قل. المقاومه زادت ليه؟ عشان هما لغينا البارلل كونكشن. 24 برضو الانترنال بزيرو يعني الفي ايكوال في بي. السؤال in which circuit the current passing through the lamp change by changing the rheostat. عايز لما يغير الريوستات يغير الاضاءه في اللمبه او الكرنت اللي في اللمبه. تعال نبدا اول واحده. هو انا لو غيرت الار دي هغير الار اللي هنا، ولو غيرت الار اللي هنا هغير الار بتاع السيركت، لو غيرت ار السيركت اغير الكرنت بتاع السيركت اللي هو برده كده كده هيعدي في اللمبه. يبقى دي الاجابه. لما اغير الريزيستنس الار هتغير فين؟ في الريزيستنس بتاع السيركت، فتغير فين؟ في الكرنت بتاع السيركت اللي هو اي لمبه. على عكس اي واحده من دول. ليه بقى؟ الفولتميتر هنا بيساوي، سوري، الباتري هنا ايكوال كام؟ الفولت بتاعها في بي لان الانترنال بزيرو. الكرنت اللي ماشي في اللمبه انا هسميه اي 1، اكتب معايا كده قيمته كام؟ الفولت على الريزيستنس. الفولت بتاع اللمبه بكام؟ ما هو منه للباتري اهو، يبقى عليها في بي. والار بتاعتها اسمها ار لمبه مثلا او ار 1، تعالى نسمي دي ار 1. هل بقى لو انا مسكت الريوستات هغير في الكرنت اللي هنا؟ لا، ما هو الكرنت اللي هنا في بي على ار، فالفي بي ثابته والار ثابته، يبقى الاي بورد ثابته. انما لو غيرت هنا ايه اللي هيحصل؟ لما اغير في الريزيستنس دي هغير في الريزيستنس بتاعت الفرع ده، فغير في الريزيستنس بتاعت السيركت كلها، فغير في الكرنت بتاع السيركت كلها اللي هو الاي توتال. بس لما يجي هنا بيتقسم، فيخش هنا نفس الكرنت اللي كان بيخش في الاول. عرفت منين يا مستر؟ او في بي على ار 1، الفي 6 والار 7. نفس الكلام هنطبق على الباقي. هتلاقي هنا برضو ان الفولت هنا او الكرنت هنا برضو في بي على ار دي بلس الار دي، ار اللمبه بلس الار الكونستنت، ار 1 بلس ار 2 مثلا. دي ما اتغيرتش، دي ما اتغيرتش، دي ما اتغيرتش. ايه اللي اتغير؟ دي بس. خلاص لما دي تغير الكرنت اللي هنا يتغير والتوتال يتغير، انما ده ما يتغيرش. اوكي، هنتكلم برضو عليه بالتفصيل في الحصه الجايه ان شاء الله. نفس القصه بقى هنا، خلاص هتلاقي برضو ان اللمبه في فرع لوحدها، فالكرنت اللي فيها في بي على ار اللمبه، خلاص ولا ليها علاقه بالار اللي فوق ولا اي حاجه، توصلها بارل ليها منفصل عنها. وهنتكلم برضو بالتفصيل ده ان شاء الله في ليكتشر 4. الفاريبل ريزيستنس زادت، خلاص الفاريبل ريزيستنس زادت يعني الكرنت اكيد قل. طب يعني بقى واحد فيهم صح؟ تعال نشوف الاول كل واحد بيقرا ايه. في 1 ده شباب متركب هنا بيقرا من النقطه دي لحد النقطه دي، يعني بيقرا الكرنت ملتبلاي الار فاريبل بلس الار بلس الار الكونستنت دي. طب والفولتميتر 2 متوصل على النقطه دي والنقطه دي، اللي هو بيقرا في بي ماينس اي ار.
طب مش النقطه دي هي النقطه دي والنقطه دي هي النقطه دي؟ مش احنا واخدين البوينت ميثود لو سميت دي 1 طول ما انا ماشي في السلك الفاضي برضو اسمها 1، ولو دي اسمها 2 طول ما انا ماشي في السلك الفاضي بنفس الاسم 2. فالفولتميتر الاولاني متركب ما بين 1 و 2 والفولتميتر الثاني بين 1 و 2، يعني الاثنين اصلا بيقروا نفس الحاجه حتى لو انت مش شايف ده من القوانين، وطبعا مش هحط من القوانين. يبقى الاجابه طبعا ان هم ايكوال ونوت ايكوال زيرو. ما هيكون ايكوال زيرو ليه؟ ما هو خلاص في سيركت كلوز سيركت، في كارنت وفي ريزنس في كل حاجه. يبقى اللي بيخرج من الباتري هو اللي بيروح لمين؟ للار والار، فاكيد هي نفس القرايه. وانا برده اثبت لك بالبوينت ميثود 26 برده. لو السلايدر اتحرك من A لحد B يقرا كام؟ وهو متوصل عند النقطه A، هو متوصل على سلك فاضي مظبوط؟ هو واضح جدا اهو من هنا لهنا بيقرا ايه؟ سلك فاضي، متوصل على سلك فاضي، يبقى بيقرا زيرو، فاكيد قرايته هتبدا من زيرو. طب ولما اجيب السلايدنج كونتاكت ده لحد النقطه B نشده كده ونوصله عند نوصله عند النقطه B، بقى كده متوصل على ايه؟ على الريزيستنس بتاعتنا، وفي نفس الوقت اطرافه لامسه مين؟ الباتري. ما هو الانترنال بزيرو يعني الفي ايكوال الفي بي، يعني اللي هيخرج من الباتري 12، يعني دي هيبقى عليها 12 فده هيقرا 12، يبقى قرايته هتزيد من الزيرو لل 12. تعالى نشوف 27 في انترنال. نكتب القانون الفي ايكوال في بي ماينس اي ار. ايه السؤال؟ In the opposite electric circuit if the filament is blown up of one of the two lamps. في لمبة هتتحرق، شكرا، اتلغت. لما تحرق لمبة من دول كده انت قفلت الكرنت خالص، الاي بقى بزيرو، فتحت السيركت اوبن سيركت، لان هما الاثنين متوصلين سيريس، كانك جبت مقص كده وقصيت. الاي بقى بزيرو، فالفي ايكوال كام؟ في بي. يبقى في الحالة الأولى قبل ما احرق اللمبة منهم الفولتميتر كان بيكوال في بي ماينس اي ار. طب وبعد ما احرق لمبه منهم بقى ايكوال في بي، ما هو الكرنت بقى بزيرو. فكده قرايه الفولتميتر كانت بفي بي ماينس حته، دلوقتي بقت ايكوال في بي، يبقى قرايته زادت بالاجابه انكريز. نفس السؤال بالظبط، لمبه منهم برضو اتحرقت. امال ايه المختلف؟ ان الانترنال بزيرو. كون الانترنال بزيرو يعني الفي ايكوال في بي زي ما اتفقنا. ففي الحالة الأولى أنا بقرا كام؟ في بي. في الحالة الثانية هقرا كام؟ في بي برضو، ما هو الانترنال بزيرو. سواء أنت بقى فتحت السويتش قفلت السويتش، هو أصلاً بيقرا إيه؟ فولت الباتري، يبقى الإجابة ريمينز أن تشينجد. الأر انترنال لو أنت واخد بالك ودت الإجابة في حتة ثانية خالص، مرة نفس السؤال أهو، نفس السؤال بالظبط. بس مرة الإجابة انكريز، مرة ريمينز أن تشينجد. وهكلمك فيها بالتفصيل أكتر. إحنا خلصنا أومز لو فور كلوز سيركت. بس المره الجايه هخليك تفهم الموضوع اكتر يعني على مستوى اعمق، ونشوف كل الريدنجز في اكتر اماكن مختلفه في السيركت. تعال نشوف كده في 1 وفي 2 الريدنجز بتاعتهم بكام. عندي هنا 12 فولت، حتى لو ما كانش معاك رقم بس تعال نتكلم الاول كده ايه على المساله دي مع 12 فولت. وعندي هنا ار، وهنا الاثنين دول متوصلين ازاي؟ بارلل. يعني انا عندي ريزيستنس وريزيستنس، الاولانيه بكام؟ بار، والثانيه الاثنين دول متوصلين بارلل والاثنين ايكوال، يبقى احسبها ار على الاثنين. ومعايا هنا 12 فولت، الريزيستنس دي دبل الريزيستنس دي، يبقى الفولت هنا دبل الفولت هنا. مش احنا قايلين الفولت بيتقسم في السيريس ودول متوصلين سيريس، يبقى لازم الفولت اللي في المنطقه دي يبقى ضعف اللي في المنطقه دي. كان اب عنده ولدين، ولد عنده 10 سنين ولد عنده 5 سنين، فلما يجي يدي مصروف هيدي لده ضعف ما يدي ده، هو ضعف عمره اكيد مثلا، احتياجاته مختلفه. طيب ازاي اوزع ال 12 فولت اللي معايا بحيث ده يبقى معاه ضعف ده؟ تعال نشوف كده. انا عايز في 1 دبل في 2، لا مش ده، 6 ضعف 6، لا برضه مش ده، 8 ضعف 4، اه ال 12 طبعا والزيرو كده غلط. فانت ممكن اصلا من غير ما تحسب تجرب التشوز بالاستبعاد توصل للانسر. طب انا عايز انا مش عارف اجيبها يا مستر كده بالطريقه دي، يعني بالتفكير كده مش عارف اجيبها. خلاص هتعمل ايه يا سيدي؟
هتحسبها كأنها مسألة عادية جدا، ولكن عشان أسهل عليك هنفترض ان الـ R equal 1، يبقى ليت الـ R equal 1 هتفترض بالدماغ ان كنت الـ R بواحد، ويحسب لي الكارنت كده VB على الـ R equivalent واحد، ودي واحد ودي واحد، بس دول متوصلين parallel يعني نص واحد ونص، هيطلع 4 امبير. طب V1 بيقرا كام؟ 4 امبير في واحد يعني 4 ايه؟ لا استنى، 12 على 1 ونص 8، اسف 8 8، يبقى 8 في 1 بكام؟ ب 8 يا شباب. طيب ماشي، V2 بقى V2 8 في كام؟ في نص، ما هم دول مع بعض بنص، يبقى 4 فولت فعلا هي، بس انت ما كنتش محتاجه اصلا تحسب ان هي ايه، واضحه من الاقتراب بالاستبعاد. السؤال اللي هنا، انا لسه ما اتكلمتش معاك في موضوع البوتنشال عند نقطه، هنتكلم فيه ان شاء الله الحصه الرابعه، وهنحتاجه قوي في كيرشوف هو بقى الحصه الخامسه، بس هقول لك برضه بنعمل ايه الاول. بس انا عايز قيمه الاي. طيب الاي بنجيبه ازاي؟ في بي اللي هي كام؟ 20 على ار ايكويفالنت. يلا نحط النقط 1 1 1، لان ده كله سلك فاضي، فانا عايز نفس الاسم نفس النقطه، هعدي الناحية التانية هغير الاسم، يبقى 2 دي تبقى 2 سلك فاضي، دي تبقى 2 الأولوية للسلك الفاضي، لما تعدي الناحية التانية بقت دي 3 بقت دي 3. هتلاقي ان ال 15 اولها 1 واخرها 2، وهتلاقي ان ال 30 اولها 1 واخرها 2، يبقى كده الاثنين سيم ستارت سيم اند، يبقى الاثنين بارلل. ال 30 اولها 2 واخرها 3، وال 15 اولها 2 واخرها 3، يبقى برضو سيم ستارت سيم اند، يبقى الاثنين دول بارلل. وبرده بصراحه انا مستر ما كنتش محتاج النقط اصلا، انا الموضوع واضح بالنسبه لي قوي عادي، مش مشكله. المساله ممكن تكون سهله لدرجه انك ممكن تجيبها بعينك عادي، بس انا بستخدم البوينت بس ايه بفكرك بيها برده. يبقى انا كده وصلت ان الاثنين دول بارلل والاثنين دول بارلل، يبقى شكل الرسم عامل ازاي؟ 15 و30 تدينا كام؟ 10. 15 و30 10 برده، والاثنين جنب بعض اهو، دول كده مع بعض ايه طبعا سيريس، والانترنال بزيرو، يبقى الاجابه 1 امبير، يبقى يا اما دي يا اما دي. طيب البوتنشال عند نقطه، النقطه اكس موجوده ما بين الاثنين اللي هي هنا ايه، استنى نعملها بلون مختلف، اللي هي دي يا شباب، وحاطط لك هنا شكل كنت كلمتك عنه في اول الحصه اسمه زيرو فولت في ليكتشر نمبر 1. لما اجيب البوتنشال عند نقطه لازم احط لك المنظر ده، المنظر ده اسمه جراوند او اسمه الارث، الارض دي ده عنده 0 فولت، الفولت عنده بزيرو، فعشان اجيب البوتنشال عند نقطه لازم اتمشى له، لازم اروح له. فلما اوصل من اكس لحد النقطه دي اسمها واي مثلا، همشي كده، قابلت كام ريزيستنس في طريقك؟ مقاومه واحده. الفولت عليها بكام؟ اي في ار 1 في 10 ب 10، دي 10 فولت يا جماعه، دي خطوه مبابيه بس، يبقى دي 10 فولت، يبقى الاجابه بتاعتنا ايه؟ دي. هكلمك بالتفصيل فيها ان شاء الله في الحصه الرابعه، وبرده في الخامسه ومكملين فيه بيها في كيرشوف. 31 لسه حللها من شويه، عندي 12 فولت وريزيستنس واحده، وهناك ارعى الاثنين، اوزعها ازاي؟ هنا يكون ضعف هنا لان هم سيريس، يبقى هنا لازم يكون في كام؟ 8، وهنا في كام؟ 4. لسه حللين السؤال، هو متكرر فمش هحله بالتفصيل، نبقى عشان هو لسه زي اللي هو رقم كام يا شباب؟ 31 ده زيه بالظبط زي 29، هو هو، بس انا جبت لك دول وقفتهم كده هناك هي هي، فمش هحله تاني بالتفصيل. 32 عايز الريشيو بين في 1 وفي 2. بص يا سيدي، تعالى نبسط الرسمه كده الاول، ان انت عندك هنا ريزيستنس اهي، دول بقى متوصلين مع بعض ايه؟ دول كده متوصلين ازاي؟ سيريس. بكام بقى؟ ار و2 ار وار، يعني عندك هنا 4 ار. طب ما دي بكام فولت؟ 12 فولت. والانترنال بكام؟ بزيرو. افهم من الانترنال بزيرو ان الفولت ايكوال في بي، الباتري الفيترنال في بي، هتخرج كل اللي عندها، فيبقى الار دي عليها كام؟ 12، ودول كلهم عليهم كام؟ 12. طب اوزعهم ازاي بقى؟ ما هم 4،
كلهم من هنا لحد هنا عليهم كام؟ 12 فولت. الواحدة تاخد كام؟ 12 على 4. نصيب الواحدة كام؟ 3. يبقى V2 يقرأ كام؟ 3. و V1 يقرأ كام؟ 12. يبقى V1 اللي هو متوصل على الريزنس دي يقرأ V يقرأ VB اللي هي 12. طب والبرانش ده كله واخد كام؟ برضو واخد 12. بس انا عايز بقى ايه على الار دي اللي هي V2 حته من الاربعه، فعايز اعرف نصيب الواحده كام. دي ار 2 ار وار كلهم ليهم 12، يبقى الواحده نصيبها 3 فولت. يبقى الفولت ميتر ده يقرا كام؟ 3 فولت. يبقى ديفايد 3 12 على 3 بكام؟ ب 4. يا مستر ما كنتش عارف احلها كده بصراحه، يعني انا لسه في الاول ومش بعرف افكر بالطريقه بتاعتك دي. خلاص يا سيدي، افترض ان الار برقم 1 let الار equal 1، يعني عندي هنا 12 فولت، هنا عندي 1 اوم، هنا عندي 4 اوم، مش كده؟ يلا احسب لي الكرنت هنا بكام. 12 على 1 ما هو الكرنت هنا يا شباب اسمه اي 1 اللي هو هيكون في على ار. الفولت هو فولت الفي بي 12 على 1 ب 12 امبير. بلاش ما مستر انا ما كنتش شايف اصلا الطريقه دي، يعني انت اصلا مش شايف من الاول ان دي واخده 12. ماشي يا سيدي هات لي الاي توتال. يلا 12 على ار ايكويفالنت، خد دول بارلل 4 في 1 على 4 بلس 1 يعني 4 على 5. 12 ديفايدد 4 على 5 ب 15 امبير. انا كده عملت ايه؟ جبت الاي توتال، جبت الكرنت اللي خارج من هنا 15 امبير. طيب وبعدين لما يجي هنا يحصل له ايه؟ هيتقسم، عنده فرع باربعة وعنده فرع بكام؟ بواحد. يقسم نفسه ازاي؟ روح بقى استخدم لي الكرنت ديفايدر. الكرنت ديفايدر بيقول ايه؟ انا عايز اي 1 يبقى المقاومة التانية اللي هي 4 على السميشن بتاعهم في الكرنت اللي داخل هيطلع 12 امبير. يبقى حضرتك عرفت ان هنا في 12 امبير، يبقى اكيد هنا في كام؟ الباقي. ما هم اللي داخل 15 امبير، هنا في 12 يبقى هنا في كام؟ الباقي اللي هو كام؟ 3. هات لي بقى يا سيدي، يبقى هنا ماشي 12 امبير، هنا ماشي 3 امبير. يلا هات لي الفولت ميتر 1 اي في ار، ما الار ب 1 يبقى 12 في 1 ب 12. طب الفولت ميتر 2 3 في ار والار ب 1 يبقى 3 في 1 ب 3، هي 12 على 3 ب 4. يبقى انت ممكن اسوأ الظروف هتفترض ارقام من دماغك وتتعايش بقى كانها مساله عاديه جدا، فمش حاسس ما عرفتش او ما اعرفش. طيب الطريقه الاولانيه اللي انا حليت بيها اعرفها، ما كنتش عارفها ابدا اعرفها عشان تبدا تفكر بالاسلوب ده، ان البوتنشال ثابت في البارل، البوتنشال بيتقسم في السيريس، التو فيزيكال كونسبت اللي قلنا عليهم. يلا 33 which choice is correct. عايز يعرف انهي فولت اكبر من التاني. تعال كده نبص الرسمه ان شكلها كده ايه يخض شويه. انا عندي هنا 4 ار، تعال نقول يعني 4 اوم، فاكس تعال نحط ار ب 1 برضه حالتها الار ب 1 عايز اخليها ابسط ممكن يبقى 4 اوم، وعندي هنا 3 1 يبقى 4 برضه ايه 4 اوم برضه. وهنا في كام؟ وهنا في 2. طيب هو مش الاثنين دول لو انا خلصتهم بارلل هيبقوا باتنين؟ هيبقى شكل الرسمه عامل كده صح؟ 2 اوم و2 اوم مظبوط. يعني عايز اوصل لك ان الفولت اللي هنا هو الفولت اللي هنا، ما هي نفس الار يعني نفس اللمبه، فبتسحب نفس الفولت لان عندها نفس الريزيستنس وهما سيريس طبعا، فالكرنت ثابت او واحد يعني سيم، فالفولت هنا والفولت هنا. يعني فولت ميتر 3 هو الفولت ميتر 1. ما بص فولت ميتر 1 اللي هو على دي كلها، اللي هو على الفرع ده كله، اللي هو على كل دي، يبقى الفولت ميتر اللي هنا هو الفولت اللي هنا هو الفولت اللي هنا، الفولت اللي هنا هو الفولت اللي على كل دول. الفولت اللي فوق اسمه فولت 1،
يبقى انا اتاكدت ان في 3 ايكوال في 1 لان في 1 متركب على 4 ار. ال 4 ار اللي هو البرانش اللي فوق اللي هو بارل مع الاربعه اللي تحتيه، فالفولت اللي فوق والفولت اللي تحت والفولت اللي في المنطقه دي كلها اللي في الحته دي كلها اللي هو 2 هو نفس الفولت اللي على 2 اوم دي، لان هما الاثنين ايكوال كده. يبقى الايكويفالنت بتاع دول هو الايكويفالنت بتاع دي، او هو 2. فالفولت اللي هياخده 2 اوم هو الفولت اللي هياخده الكومباينيشن دي كلها. اوكي طيب، يبقى في 3 ايكوال في 1 خلاص مفيش اصلا غيرها. في 3 ايكوال في 1 في 3 ايكوال في 1 مفيش غيرها بي. طب ولو كان في بس مغير حاجه مثلا او اشاره او حاجه، تعال نكمل. هو انت خلاص مش عرفت ان كل الفولت هنا اسمه مثلا في مثلا، طيب يبقى كل الفولت هنا بكام؟ برضو في، ما هما الاثنين دول بارل. طب ما في 2 ده بيقرا حته من الفي، يبقى الفي 2 اصغر منهم هما الاثنين. سوري بالاجابه فعلا بي. تاني كده، يبقى دي واخده كام؟ في، يبقى دي واخده في. انا هفترض ان دي واخده في، تبقى دي واخده كام؟ نفس الفي. طب دي اصلها ايه اصلا؟ التوم اصلها ايه؟ اصلها 4 و... نيجي هنا 4 و4، يبقى دي عليها كام؟ في، ودي عليها كام؟ في، ودي عليها كام؟ برضو في. زي ما اثبت لك من هنا ان هم ايكوال، يبقى في 3 وفي 1 ايكوال. طب وفي 2 اللي متركب هنا هو حته من الفي توتال اللي هو من هنا لهنا، حاجه جزء منها بس، يبقى في 2 اقل بكتير. 34 لو الريزيستنس بتاعت الفولتميتر ب 100 كيلو اوم. يا مستر لو انت مش كنت بتقول الفولتميتر ده اكنك مش شايفه ولاكش دعوه بيه. بس المساله دي حط لك ليه مقاومه، حط لك ليه فاليو، ليه ريزيستنس، يبقى لازم تحسبها ولازم تشتغل بيها. يلا عايز قرايه مين؟ قرايه الفولتميتر. تعال نجيب الاول الار ايكويفالنت 100 كيلو اوم مع 100 كيلو اوم، الاثنين متوصلين ازاي؟ متوصلين بارل 100 و100 يبقى 50. ايه علاقه ال 50%؟ سيريس يبقى 150. 150 كيلو. طب الاي اجيبها ازاي؟ في بي على الار ايكويفالنت بلس الار انترنال. الار انترنال بزيرو، هو قال لك نيجلكتنج خلاص الانترنال. الفي بي ب 6، الار ايكويفالنت 150 كيلو. الكيلو يا جماعه ده رقم، كيلو متر يعني 1000 متر، كيلو اوم يعني 1000 اوم، يعني بعمل ملتبلاي 10 باور 3. يطلع الانسر معاك كام؟ 6 ديفايدد 150 كيلو، هيطلع الانسر 40 تايم 10 باور نيجاتيف 6 امبير. طيب يلا نجيب بقى قرايه الفولتميتر ونخلص. قرايه الفولتميتر ايكوال اي في ار لانها متوصله على كونستنت ريزيستنس. حضرتك بقى هتقول لي الكرنت اللي هنا اللي هو اللي ماشي كده ده اللي هو ب 40 مايكرو امبير، هنعرف برضو ان تايم 10 باور نيجاتيف 6 دي اسمها مايكرو، فانا ممكن اكتبها لك كده 40 مايكرو امبير، زي ما كيلو اوم ب 1000 اوم مايكرو امبير جزء من المليون. هتقول لي بقى قرايه الفولتميتر كام في كام؟ 40 في مايكرو في كام؟ 40 مايكرو امبير ملتبلاي كام؟ طالما انت خدت الاي توتال تاخد لي الار توتال بتاعتهم، يبقى هقول لك ايه؟ 40 مايكرو امبير في 50 كيلو اوم في الايكويفالنت بتاعهم، يبقى الاجابه كام؟ 40 40 مايكرو في 100 في 50 سوري 50 كيلو بقى، هيطلع الانسر 2 فولت، يبقى الاجابه 2 فولت. يا مستر طب انا حابب احل بقى ان الاي في الار اللي هو ايه؟ عايز اعمل ايه؟ الكرنت اللي هنا بس. خلاص يبقى احسب الكرنت هنا بكام؟ ما هو الكرنت داخل ب 40، 40 مايكرو امبير بقى، مش كل شويه هيقول مايكرو امبير مايكرو امبير، هو ب 40. هيلاقي قدامه كام فرع؟ 2 100 و100، يقسم نفسه بالتساوي لانها نفس الريزيستنس. فالازرق ده ماشي فيه كام؟ 20 مايكرو امبير. فلو عايز اجيبها بطريقه ثانيه هقول ان الفي ايكوال الاي اللي هي 20 مايكرو امبير في الار اللي هي ال 100 بقى، بس 100 كيلو تايم 10 باور 3، هيطلع برده معاك 2 فولت. شايف كل اللي انا عملته ده ملوش اي لازمه، كان ممكن من الاول احلها بعينيا.
ازاي يعني؟ ما احنا لسه حالين من شويه، لسه حالين زيها من شويه. مش انا قلت لك لما تلاقي ريزيستنس دبل ريزيستنس لازم الريزيستنس الكبيره تاخد دبل فولت؟ يعني ده بكام؟ ب 100 وده بكام؟ ب 50. من لميت دول خلاص ب 50. فمن الاول اصلا بعينيك انت شايف ايه؟ ان المقاومه دي دبل المقاومه دي. فاكر الاب اللي كان عنده ولدين واحد 11 سنين وواحد 5 سنين؟ لازم يدي ده مصروف ضعف ده، صح؟ يبقى ده هياخد فولت دبل ده. طب انا معيش غير 6، هقسمهم ازاي؟ اكيد هقسمهم ب 4 و2 اكيد، يعني اكيد 4 فولت 2 فولت. فاكيد اللي جاب 2 اصلا ما كنتش محتاج احسب كل ده. بس انا برضو وريتك تفاصيل عشان اول مره يقابلنا فولتميتر بريزيستنس، ومش هيتقابلنا تاني. فدي المساله الوحيده اللي فيها الفولتميتر بايه؟ برقم. فلازم اوريك ازاي تتعامل معاه. طيب تعال نشوف اللي بعده 35. عايز الريشيو اميتر 1 على اميتر 2. طيب يا سيدي، اميتر 1 على اميتر 2 عندنا كام طريقه؟ عندي طريقتين، يا اما هتفترض قيم من دماغك، يا اما هتفترض يا اما هتتعامل بالسيمبلز، يعني تتعامل زي ما هي موجوده، يا اما تفترض ارقام من دماغك. تعال نتكلم في الطريقه السهله ان هفترض ارقام من دماغي. بص يا سيدي، انا هفترض من دماغي ان الكرنت اللي خارج ده بثلاثة. انا جاية معايا كده عايز احسبه بثلاثة، انا شايفه 3 امبير. يبقى اميتر 1 بيقرا 3 امبير. اميتر 1 بيقرا كام؟ انا افترضت كده. مستر ممكن افترض اي رقم تاني؟ اه ممكن تفترض اي رقم تاني عادي براحتك. اجي بقى هنا الكرنت يحصل له ايه؟ يتقسم. طب مش انا واخد قانون بيقسم لي الكرنت اسمه كرنت ديفايدر؟ يلا نشتغل بيه. عايز اعرف الكرنت اللي هنا، يبقى اقول ايه؟ المقاومه الثانيه اللي بارلل ليا، انا عايز كرنت اللي هنا. لا هتكتب دي بقى، يبقى ار على السمشن بتاعهم اللي هو 3 ار في الكرنت اللي داخل اللي انا مفترضه بكام؟ ب 3. طبيعي الار تروح مع الار فيطلع لك كام؟ 1 امبير. يبقى اميتر 2 بيقرا كام؟ 1 امبير. طب هو عايز ايه على ايه؟ اي 1 على اي 2، اميتر 1 على اميتر 2، يعني 3 على 1 ب 3 على 1. خلاص كان ممكن افترض اي رقم، كان ممكن تفترض اي رقم. طب انا بقى كباسل اشمعنى اختار 3؟ بص يا سيدي، ببساطه عشان يطلع لي رقم حلو زي ده كده 1، يطلع لي رقم سهل اتعامل معاه. انا كان ممكن اقول لك 3 ليه، او اقول لك ان اخترت 3 ليه؟ عشان دي ار ودي 2 ار، فكان عندي كام ار؟ 3. فلما هيجي يتقسم طبيعي هيخش هنا نص اللي هنا، او هنا دبل اللي هنا. فانا مثلا ممكن اختارها 6، يعني هختار حاجه تقسم على 3 6. فطبيعي جدا ان هنا يخش كام؟ 4، وهنا يخش كام؟ 2. طب 6 على 2 برضه 3 على 1. اوكي ده كان ممكن. طب يا مستر انا ما قابلنيش جو تعويض ومش عارف ايه وافترض ومش افترض، انا مش في الكلام ده. اعمل ايه؟ هتفترض ان الار ب 1، ليت ان الار ايكوال 1، وليت ان الفي بي ايكوال 1، وحلها كانها مساله عاديه جدا. يلا بينا، عايز احسب الاي توتال في بي اللي هي ب 1 على ار ايكويفالنت. طب ما دي كام؟ 2 اوم ودي كام؟ 1 اوم. احسب كده هيطلع 2 على 3 يعني 1.5 امبير. انا كده جبت اميتر نمبر 1 اللي هو الكرنت اللي خارج من هنا ب 1.5 امبير. هتيجي هنا الكرنت هيحصل له ايه؟ هيتقسم. طب يخش هنا كام ويخش هنا كام؟ انا لسه بقى موريك من شويه القانون. هتكتب الار دي على مجموعهم في الكرنت اللي داخل. يلا بينا، الاميتر 2 ايكوال الكرنت الار اللي هنا اللي هي بوند على مجموعهم اللي هي 3 في الكرنت اللي داخل اللي هي بواحد ونص، هيطلع لك كام؟ هيطلع لك نص. خلاص واحد ونص على نص برضو 3 على 1. كل الطرق صح مش غلط، احنا دايما عايزين نتدرب على الاسرع، فاللي ما تعرفوش اعرفه وحاول تفكر بيه بعد كده في مسائل ثانيه. عايز الفاليو بتاعت ار2 بتساوي كام من ار1؟ كل اللي معاك ان هنا في 2 ونص ماشيين هيجوا عند النقطه دي ويتقسموا. دخل هنا كام؟ 2 امبير. يبقى هنا كام؟ نص امبير، منطقي يعني الباقي. ايه علاقه الاثنين دول ببعض؟ متوصلين بارلل كونكشن ماستر، يعني الفولت ماله ثابت، يبقى نص. فار1 زائد ار2، ما هو الاثنين اللي فوق دول سيريس، علاقتهم باللي تحت بارل، يبقى هقول ايه؟ نص. فار 1 زائد ار 2
ايكوال الفولت اللي تحت اللي هو كام؟ ار في 2 ار 1 في 2. ممكن بقى نحل الايكويشن دي ونشوف هيبقى كام. وديني نص الناحيه الثانيه، يعني هتكتب على الكالكوليتر 2 ديفايد ده كده يتكتب تحت دي 2 ديفايدد نص، عشان الناس بس اللي ايه علم علوم وتقع في المشكله دي. يبقى ار 1 بس ار 2 ايكوال 2 ديفايدد نص، هيطلع لك على الكالكوليتر 4. عايز برضو اخلص شويه، وديني الار 1 دي بالماينس عكس اشارتها، وديها بالماينس 4 ار 1 ماينس ار 1 3 ار 1. يبقى الار 2 بتساوي كام؟ 3 ار 1. يبقى الاجابه ايه؟ طيب نيجي ل 37. 37 كان في مساله فوق وشرحت لك ان انا هحتاج امتى لما الار تزيد مرتين الاي يقل النص. قلت لك لما تكون الار لوحدها مفيش حاجه جنبها سيريس، لو انت فاكر. هنا عايز يعرف الريدنج بتاعت الفولتميتر علاقتها ايه بالريزيستنس اللي بتخدم الريستات. الفولتميتر ده متركب على مقاومه متغيره variable resistance، يبقى الفي ايكوال اي في ار variable. في اي حاجه متوصله سيريس مع الريستات؟ لا. يحصل بقى اللي انا قلت لك فوق، قلت لك ايه؟ لو المقاومه دي زادت مرتين الاي لازم هيقل النص، فدي تفضل ايه؟ كونست. هو انت يا مستر عرفت من اصلا ان في دي كونست؟ معلش بص يا سيدي، الراجل بيقول لك ان الانترنال بزيرو يعني الفي ايكوال في بي، يعني الار دي عليها في بي والار دي عليها في بي والفولتميتر ده بيقرا في بي، يبقى مهما الريزيستنس اتغيرت قريت الفولتميتر الثابته اللي هي في بي. طب انا مش مقتنع بالطريقه دي، بص على دراعات الفولتميتر ماسكه مين؟ ماسكه البوزيتيف، ودراع الشمال او دراع اليمين ماسك النيجاتيف، يعني اكنه متركب على الباتري، يعني بيقرا الفولت على الباتري، يبقى في بي. مهما غيرت في الريزيستنس مهما غيرت في الكرنت قريته في بي. 38 قريت بقى الفولتميتر ايه علاقتها بالاميتر. الفولتميتر ماسك مين برضو؟ ماسك الباتري، يعني بيقرا الفي بي بطريقه ثانيه، متوصل لمستر على ريستات يبقى بيقرا اي في ار فاريبل، فالار فاريبل لو زاد الاي هيقل، بس في حاجه سيريس جنب الار؟ لا. فلا ده لو زاد مرتين ده لازم يقل النص. في النهايه يعني مهما الكرنت زاد الفولت ما اتغيرش، ما هو الفولت اصلا بيساوي في بي، فالاجابه برده نو تشينج. ايه علاقه الريزيستنس بالباور في المساله دي؟ طيب ايه قوانين الباور؟ في اي اي سكوير ار في سكوير على ار. اشتغل يا مستر بمين؟ انا عايز علاقه بين الباور والار، وعشان اوجد علاقه بين الباور والار لازم الباقي يبقى كونستنت. طب ايه اللي عندك كونستنت في المساله؟ مفيش غيرها، الباتري، لان الانترنال بزيرو، فالفي ايكوال في بي. فانا عايز حاجه الفي في ثابته وفي ريزيستنس، يبقى الفي والريزيستنس ايه؟ يبقى الباور ايكوال، نمسح كل ده، في سكوير على الار. الفي ماله؟ ثابت. ايه علاقه الباور بالار؟ انفرس. خلاص خلصنا. اللي بعده حلينا زيها، حلينا على دي لحد دلوقتي ثلاث مرات، دي الرابعه. عايز علاقه الاميتر الكرنت اللي هنا بالريوستات ولا اي حاجه؟ لو انت لماح يعني ولا اي حاجه على طول، عرفت منين؟ مش انا قلت لك من شويه ان الكرنت اللي هنا لو سميته اي 1 تعال نجيب قرايته كده، في على ار اكيد. طب الفولت اللي على المقاومه دي بكام؟ هو هو الفي بي، ما الانترنال بزيرو، يبقى بكام؟ في بي. هل لو انت غيرت الريزيستنس دي الار بتاعت اللي فوق اتغير؟ لا. الفولت اللي عليها اللي هو الفي بي اتغير؟ لا. يبقى الكرنت برضه ما اتغيرش، مهمه جدا. طيب السؤال اللي بعده، الريدنج بتاعت الاميتر بكام؟ الاي ايكوال في بي اللي هي 12 على ار ايكويفلنت. تعالى نحسب الار ايكويفلنت، يلا الاثنين والثلاثه ايه؟ سيريس على نفس اللاين اهو. يا مستر ده في بينهم باتري؟ لا عادي مفيش مشكله، ما نفس الكرنت هيكمل، فالاثنين متوصلين سيريس. طب الكرنت خلاص وصل بالسلامه لحد النقطه دي، يلاقي قدامه كام طريق؟ ثلاثه، التو والتو والاميتر. يدخل في مين؟ يدخل في الاميتر. طب اشمعنى؟
ما انا قلت لك الاميتر ده اكنه سلك هو سلك فاضي مقاومته قليله جدا اكت از جامبر واير اكت از شورت سيركت فالكرنت كله يخش هنا يفكس للاثنين ويفكس للاثنين يبقى الريزستنس الوحيده اللي عندنا هي الاثنين والثلاثه اللي هم خمسه فورتي تو. عايز برضو قلايه الاميتر. طيب الاميتر او الاول تعال نحسب الاي توتال في بي يا مستر ده عندي اتنين باتري عكس بعض ولا بعض عكس بعض اعملهم ماينس 15 ماينس 3 الار ايكويفالنت يلا بينا بقى بوينت مسود هسمي دي 1 سلك فاضي لازم امشي فيه 1 هطلع فوق عديت على المقاومه غير الاسم بقى اسمها 2 هعدي على الريزنس غير الاسم بقى اسمها 3 سلك فاضي الاولويه لازم امشي فيه فبدي اسمها ايه 3 سلك فاضي تاني 3 واتفقنا اللي اوله زي اخره بيتلغي يبقى اولها 3 اخرها 3 الغيها لي خالص يلا الاربعه اولها 1 واخرها 2 والاربعه دي اولها 1 واخرها 2 يعني الاثنين دول ايه بارل طيب هرسمها لك كده واحده واحده هعدلها الاول 4 اوم وهنا في 4 اوم بارل مع بعضهم في جنبيهم سيريس مين التوم اللي فوق مين تحت بارل معاهم ال 12 وانا عايز اتخيل ايه ان الاربعه دي واقفه كده ضمناها على الاربعه اللي فوق لمتهم على بعض بطريقتنا زي المره اللي فاتت كده بالقلم الابيض همسح الاربعه دي اهو وتبقى قيمتها كام وتبقى قيمتها 2 همسح بقى النقط ايه علاقه الاثنين بالاثنين بعد ما مسحت بقى الفرع اللي في النص ده سيريس اهو 4 من 4 2 علاقتهم اللي جنبها سيريس طب وبرده بالقلم الابيض كده نمسح دي همسح السته خالص بقى عشان في سلك فاضي كان بارلل ليها السلك ده ممكن نفرده شويه كده فمنظره يبقى عامل ازاي يبقى عامل كده سوري خلاص بقى عندي فوق 4 وعندي تحت كام 12 زي ما انا راسم لك هنا كده اتفقنا اتفقنا كده اعرف اعوض واجيب الار ايكويفالنت يلا بينا الأربعة والأربعة بقوا كام؟ اتنين واتنين بارل مع مين؟ مع ال 12 شكلها يبقى عامل ازاي تاني؟ أربعة مع ال 12 أنا بجيبها لك واحدة واحدة أهو عمال أرسمها لك بالتفصيل الممل طب الأربعة وال 12 يديني كام؟ برودكت على الصم 12 في 3 على 12 بلس 3 تديني كام 2 بوينت سوري 12 في 4 على 12 بلس 4 تديني 3 يبقى الار ايكويفالنت بكام ب 3 خليك بقى فاكر ان الار ايكويفالنت ب 3 يبقى الاي الفي عندي كام باتري 2 عكس بعض عارف انهم عكس بعض بيخرجوا كرنت عكس بعض اعملهم ماينس 15 ماينس 3 على الار ايكويفالنت اللي جبناها بكام؟ ب 3 لسه حاسبينها ومخلي الريستو قدامك اهي طيب والانترنالز اللي عندي ب 0 هيطلع الكرنت بكام؟ ب 4 امبير ما تروحش تختار 4 امبير لان ده الكرنت التوتال هو عايز قرايه الاميتر الاميتر ارجع لي بقى خطوه لورا كده الاميتر بيقرا او متركب جنب الاربعه اوم تعال نوصله جنب الأربعة أوم يلا هنا حضرتك بقى عرفت لي ان الكرنت اللي خارج ده خلاص مش محتاجينه خلاص كل مش محتاجينه الكرنت خارج من هنا بكام ب4 امبير لما يجي هنا يلاقي فرع واتنين الفرع اللي فوق ب4 والفرع اللي تحت ب12 احنا لمينا دول ب4 خلاص من شويه انا لسه مساحه دي هات لي بقى الكرنت اللي فوق يلا هسميه اي 1 اعمل ايه المقاومه الثانيه اللي هي 12 على مجموعهم 4 زائد 12 4 ايه يا مستر بس اللي هو الفرع اللي فوق ده كله ما هو دول ب2 و2 يبقى 4 في الكرنت اللي داخل هو بكام ب4
هيطلع معاك 3 امبير. يعني ال 4 امبير دي يخش منها هنا 3 امبير ويخش هنا 1 امبير. ال 3 امبير لما تيجي هنا تتقسم تاني، بس هتلاقي كم فرع، فرعين بس، ده وده. مش محتاجه حسابات، هيتقسم بالتساوي 1.5 و1.5. فلازم يعني ايه تحل المساله كده ايه واحده واحده. طيب رقم 43، ذا اوبوزيت جراف ريبريزنت ا كلوز سيركت كونتين كومبوننت اكس. عايزين الفولتميتر يقرا كام؟ 10 فولت. عايز ده يقرا كام؟ 10 فولت. يبقى اكس ده عباره عن ايه؟ طيب هو الفولت التوتال اصلا بكام؟ هو الفي بي اللي هو كام؟ 20، لان الانترنال بزيرو. فطالما ده خد 10 يعني خد نص الفي بي، يبقى لازم ده ياخد النص الثاني، يبقى ده اكيد عليه كام برضو؟ 10 برضو. ما احنا قايلين ان الفولت بيتقسم في السيريز، فطالما ده خد 10 يبقى ده خد الباقي اللي هو كام؟ 10 برضو. يبقى اكيد الاكس ده عباره عن ايه؟ ار. هو كمان اكيد، ما اذا كان الار خد 10 يبقى احط هنا ار عشان تاخد هي كمان 10، يبقى الاجابه ايه؟ في السيركت دي الفولتميتر بيقرا 10، عايز يعرف الار بكام. طيب انا عايز قيمه الار، والار القانون بتاعها في على اي. اول حاجه طبعا سهله، ازاي تعرف لي الفولت اللي هنا؟ سهله خالص. مش الفولت التوتال ب 20 ودول عليه، او اسف بقى مش دول، هو دي بس ودي بس عليها 10، يبقى دول عليهم كام؟ الباقي. مش هم دول سيريس يا جماعه صح؟ لو الفولتميتر مضايقك شيله، كانك مش شايفه، ده عامل لك ازمه وهيحسسك ان المساله صعبه اهو، ولا كانه موجود اصلا. ايه علاقه الار بال 90 بارلل مع التسعه سيريس؟ طب التسعه خدت 10 فولت من ال 20، يبقى كام؟ يبقى 10. يروحوا فين؟ يروحوا هنا، يبقى الفولت هنا كام؟ 10. ده انا بكتب بقلم ابيض، يبقى كام؟ 10. طيب وبعدين ازاي اجيب الكرنت اللي فوق؟ ازاي اجيب الكرنت اللي هنا؟ تعال اول نجيب الكرنت التوتال، يلا 10 على 9، خليها 10 على 9 زي ما هو عشان هو 1.111، فخليها زي ما هي. يبقى الكرنت هنا بكام؟ 10 على 9 امبير. الكرنت لما يجي هنا يتقسم تعرف يقسمه؟ لا، لان دي مش معاك اصلا. طب تعرف تجيب لي الكرنت اللي هنا بس؟ لان انا عارف الفولت اللي في المنطقه دي بكام؟ ب 10، ف 10 على 90 برضو واحد، خليها برضو زي ما هي 1 على 9. يبقى ال 10 على 9 منهم 1 على 9 دخلوا هنا، يبقى كام يخش فوق؟ يبقى كام هنا؟ الباقي ده ماينس ده. 10 على 9 ماينس 1 على 9 تبقى كام؟ تبقى 1. خلاص يرجع عوض بقى ال V على I، الفولت اللي على الريزيستنس دي ب 10، لان اللي هناك واخد 10 والتوتال اصلا ب 20 فهو اتقسم عليهم. الكرنت اللي ماشي جواها هي 1 امبير، 10 على 1 ب 10. In the opposite electric circuit the ratio between V1 و V2 ب 4 over 3. عايز قيمة الار. تعال نجيب قرايتهم الاول. هو دول متوصلين ازاي؟ بارل ده يعني ال V2 بيقرا كام؟ I total في ال R equivalent اللي هي 6 في R على 6 زائد R. طب و V1 بيقرا I total نفس ال I طبعا، ما هو الكرنت اللي اسمه I خلاص، هيبقى I في R و V2 او V1 برضه نفس ال I في الايه؟ في ال R. يبقى 12 R على 12 بلس R. دي كده قراياتهم. الريشيو ما بينهم ب 4 على 3. يلا نكتب اي براكت 12 ار على 12 زائد ار، كل ده ديفايدد 6 ار على 6 زائد ار. كل القصه دي كلها هو قال لك ان هي 4 على 3.
يلا شطب الاي مع الاي لان هو نفس الاي. بقى عندي بقى ايه 12 ار على 12 زائد ار على 6 ار على 6 بلس ار كل ده ب 4 على 3. انا لحد هنا ممكن اقف واكتبها شيفت سولف على الكالكليتر. يلا نعملها. بس خد بالك وانت بتكتب انك هتعمل فراكشن كبير على الكالكليتر كده وفوق فيه فراكشن صغير وتحت فيه فراكشن صغير عشان بس وانت بتكتبه تكتبه غلط. يبقى هعمل فراكشن فراكشن فوق تاني 12 ار الار اكتبها ازاي على الكالكليتر؟ الفا اكس. الفا اكس اللي هو الزرار اللي مكتوب فيه اكس اللي هو جنب او اللي هو البراكت اللي عامل كده البراكت اللي عامل كده ده على 12 بلس الفا اكس وتحت براكت فراكشن تاني 6 ار اللي هي 6 الفا اكس على 6 بلس الفا اكس. طيب كل ده ايكوال كام؟ 4 على 3. اكتب علامتي الايكوال ازاي؟ اكتبها ازاي؟ الفا والزرار اللي فوق علامه الايكوال اللي هو اسمه سولف اللي هتلاقيه تاني زرار من فوق على الشمال فوق خالص على الشمال ده تحت كده الصف التاني فوق خالص على الشمال يبقى ايه؟ الفا ايكوال اكتب 4 على 3. بعد ما تخلص دوس شيفت شيفت ونفس الزرار اللي هو الايكوال او سولف بقى عشان ما حدش يغلط شيفت سولف بقى كده زرار الايكوال يبقى شيفت سولف ايكوال هياخد شويه وقت ان هو يحسب الار بكام الا لو معاك الكالكوليتر اللي هو الجديد اللي هو لونه اسود ده والكفر بتاعه ابيض بيحسب بسرعه جدا طلع لي اهو الار ايكوال 6. خلاص بقى يعني انا ممكن لحد هنا يعني كتبت بس ده بكام وده بكام ريشيو ديفايدد بعض وخلاص مش محتاج بقى اعمل كروس ملتيبليكيشن بقى واعقد لك الدنيا زي ما هي كده واكتبها على الكالكليتر. يلا عايز في 1 على في 2 تعال نشوف في 1 متركب على ايه الاول. بس هما دول متوصلين مع بعض ازاي؟ تقول لي يا مستر انا مش شايف. شيل الفولتميترز خالص ولا اكنك شايفهم اهو شيلهم تماما بقت رسمه عبيطه ولا لا متوصلين زي ما بعض دول سيريس فالشكل ما يخدنيش الفولتميتر ما هو ايه الديفايس ما ليش دعوه بيه خالص. يلا في 1 بيقرا كام؟ اي في ار الاي هو نفس الاي اللي ماشي كده الكرنت هيخرج من هنا هيمشي كده 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 ويبدا يلف برضه وهكذا. ففي 1 متركب على ايه؟ متركب من هنا لحد هنا يبقى بيقرا الاي في كام؟ في 3 ار ار و2 ار 3 ار. انما في 2 بيقرا اي في كام؟ ها في 2 بقى بتوصل من هنا لحد بص دراعه لحد هنا يعني متوصل على كل المقاومات دي اللي هي 6 ار. طب لما اقسم ده على ده الاي هتروح مع الاي والار هتروح مع الار 3 على 6 بنص خلاص نص. In the opposite electric circuit the reading بتاعت الفولتميتر 7.5 الكابتن ده واخد 7.5 الريدنج بتاعت الاميتر بكام؟ لو ده واخد 7.5 واصلا التوتال ب 10 هو الانترنال بزيرو يبقى الباتري هتخرج كل اللي عندها هتخرج ال 10 فولت ده خد كام؟ 7.5 يبقى ده ياخد كام الباقي اللي هو 2.5 سوري فولت بقى موز فولت. طب قرايه الاميتر كام؟ في على اي نص على نص 1 امبير. طب بالمره معلش تعرف بقى تجيب لي الار الار بكام؟ في اللي هو مديها لك على الاي اللي انت لسه جايبه اللي هو اللي بواحد. يبقى الحل للمساله وقلت لك اغلب المسائل لازم هتحل معاك بالتو فيزيكال كونسبت اللي قلناهم ودول اهم حاجه تطلع بيهم من اومز لو ان البوتنشال ديفرنس از ديفايدد ان سيريس بيتقسم في السيريس والبوتنشال ديفرنس كونستنت في البارل. فهنا الاثنين دول سيريس معايا 10 جنيه ده خد مني 7 جنيه ونص ده ياخد مني كام الباقي اللي هو ال 2 ونص. هنا عايز البوتنشال ديفرنس ما بين البي والدي لسه برضو هتكلم معاك في المحاضره الرابعه عن البوتنشال بتوين تو بوينت والبوتنشال ات ا بوينت بس هوريك برضو مبدئيا ازاي بنتعامل معاها عشان امشي من البوينت بي
للبوينت دي في البوينت دي. اكن هنا في فولت ميتر واحنا عايزين قرايته. طب الاول تعالى بس نجيب الار ايكويفالنت ونجيب الاي توتال وبعد كده نرسم. يلا 1.5 الكرنت لما يخرج من هنا هيخش هنا جزء منه هيكمل يكمل 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 وينزل. طيب والناحيه الثانيه حبه كده كمل يكمل يكمل برضه يتقابلوا تاني ويخشوا فين؟ يخشوا كده. فواضح جدا ان انا ممكن اقول 1.5 و1.5 والاثنين ماشي فيهم السهم الازرق يعني 3 سيريز 5 2 1.5 و1.5 برضه 5 والباتري في النص ما بينهم. ممكن تقلل دي برضو عادي مش مشكلة يعني. طيب الفولت بكام؟ ب12. يلا نحسب بقى كده الكرنت فوق الكرنت تحت. الكرنت هنا بكام؟ 12 على 5 ب2.4 والكرنت هنا بكام؟ 12 على 5 برضو بكام؟ ب2.4. يبقى انت معاك كرنت فوق وكرنت تحت. تعالى بقى نجيب البوتنشال ما بين ايه وايه. نجيب البوتنشال ما بين بي ودي. البوتنشال ما بين البي والدي هتمشى من البوينت بي لحد البوينت دي كأن في فولت ميتر عايز قرايته. طيب احنا اتفقنا مع بعض ان الكرنت بيتحرك من الهاي للو. فدلوقتي الكرنت ماشي كده فدي المنطقة الهاي ودي اللو. هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف. طب وبالنسبة ل 1.5 هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف. قلنا لو عندنا ريزيستنس الكرنت وهو داخل على الريزيستنس بيقابل البوزيتيف في وشه كده لان هو اكيد جاي من المنطقة الهاي بوتنشال. لو مش مستوعب الحتة دي قوي عادي جدا اسكيب السؤال ده ولما اشرحها في المرة الرابعة هتستوعبها اكتر. بس نكمل حلها. طيب وهنا برضو بوزيتيف ونيجاتيف. طيب والكرنت لما يخش هنا هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف. هنا البوزيتيف هنا النيجاتيف. هنا البوزيتيف هنا النيجاتيف. الكرنت هو داخل على الريزيستنس بيقابل البوزيتيف في وشه. عشان امشي بقى من البي للدي من البي لحد الدي ايه اللي قابلني؟ اول حاجه بوزيتيف 2. اكتب بوزيتيف 2. طيب الكرنت هنا بكام؟ قلنا 2.4 يبقى 2 في 2.4 اي في ار اي في ار كرنت هنا في الار اللي هنا. طب ولما امشي كده برضو انا مكمل في طريقي اهو قابلت ايه؟ نيجاتيف. فاكتب ماينس 1.5 في نفس الكرنت اللي هنا اللي هو برضو 0.4. نكمل قابلنا برضو ايه؟ ماينس 1.5 في نفس الكرنت اللي هو كام؟ 2.4. وتكتب بقى كل عك ده على الكالكوليتر وتشوف هيطلع لك كام فولت. هيطلع لك يا سيدي 2 في 2.4 ماينس 2.4 في 1.5 ماينس 2.4 في 1.5 طلع لي كام؟ طلع لي 2.7. يبقى الانسر 2.7. هتلاقي دي غلطه مطبعيه 2.7 فولت. يبقى الاجابه بي 49 in the opposite circuit diagram the ammeter reading when the three switches K1 K2 K3 are open. يعني وهم open لسه وهم open الريدنج كانت اي وهم open يعني مش موجودين انا مش شايفهم اهو open شلتهم خالص. الوضع ايه؟ لان هم ايه؟ الاي باي يعني الاي بفي بي عشان الانترنال بزيرو فالفولت في بي على الار اللي هي كام؟ 3 ار. اسمه ايه؟ اسمه اي. يبقى الاي الاولاني لما كان اوبن اسمه ايه؟ اسمه اي. خلاص ماشي. طيب ولما قفلنا او سوري عايزه بقى بالثري اي اقفل مين؟ بص بقى يعني الراجل دلوقتي بيقول لك ايه؟ لما كانوا اوبن هو بيشلتهم خالص الاي 1 في بي في على ار الفي في بي والار ب 3 ار لان هم كانوا متوصلين سيريس. اسمه ايه؟ اسمه اي.
اقفل لي اي سويتش من دول بحيث انك تخلي لي الكرنت 3 اضعافه. طب ما هو انا علشان اخلي الاي يزيد 3 مرات يبقى الار تقل 3 مرات. طالما انا عايز الاي يزيد ملتبلاي 3 يبقى الار تقل 1 اوفر 3 تقل 3 مرات. طب اقفل مين بقى عشان اعمل الكلام ده؟ تعال نشوف. اول اختيار بيقول لي اقفل كي 1 كي 2 كي 3. لو قفلت 3 مع بعض قفلت ده كده اصلا عملت شورت سيركت للار فلغتها. ما هو سلك فاضي يبقى بارلل ليه؟ يلغيه. قفلت الاثنين عملت برضو سلك فاضي بارلل للتو ار يلغيه. يبقى اول اختيار غلط. اقفل كي 1 بس. ما انا لما اقفل كي 1 بس هلغي الار دي فالكرنت هيكمل كده. فانا كده ايه؟ خليت الار بدل ما كانت ب 3 ار بقت بكام؟ بدل ما كانت ب 3 ار بقت ب 2 ار بس. ما ينفعش. اقفل كي 1 وكي 3. لا برضو ما خلاص مش نفس القصه بقى. انا لو قفلت كي 1 هلغي ده. لا ما ينفعش. ده انا اصلا ده اللي عايز اخليه. يبقى اقفل كي 2 كي 3. لما اقفل كي 2 كي 3 ايه بقى اللي يحصل؟ الكرنت يخرج من هنا يكمل طريقه يعدي على الريزيستنس الواحده الار ويطلع فين؟ مش هيطلع بقى، هيكمل طريقه ويرجع تاني. يعني كده بدل ما كنت 3 ار بقيت ار، يعني قللت ال 1 اوفر 3 فعلا. يبقى دي الاجابه. يبقى بالاستبعاد اي حاجه فيها كي 1 هشيلها. يبقى غلط غلط غلط. فاكيد الاجابه صح حتى من غير ما تجرب، لان انت عارف انك لو قفلت كي 1 بس، ركز معايا كده، لو قفلت كي 1 هتلغي المقاومه دي. مش مقتنع يا مستر ان هلغيها. حط النقط 1 1 سلك فاضي 1 سلك فاضي 1 اولها زي اخرها فبن ايه؟ بنلغيها. نمبر 50 in the opposite electric circuit. شفنا برضو سؤال زيه بس هنا بقى عامل سويتشز. when switch S1 is closed الريدنج كانت V1. when switch S2 is closed الريدنج becomes V2. when switching both keys الريدنج كانت V3. عايزك ترتبه. تعالى واحده واحده كده نجيب القرايه. مبدئيا ال VR internal ب 0 يعني ال V equal ال VB. تعالى نقفل S1 بس. انا لما اقفل اس 1 بس الرسمه هيبقى شكلها عامل ازاي؟ معلش الرسمه دي هتطول شويه يا شباب، بس ايه؟ هحلها لك بالتفصيل. لما اقفل اس 1 بس بقى 3 ار. فكده الفولت ميتر بيقرا الفولت اللي على ال 3 ار. يعني بيقرا كام؟ اي في 3 ار. خليك فاكر بس ان هو الفولت على ايه؟ اللي على 3 ار. طيب اقفل لي كده سويتش 2. يبقى افتح ده واقفل ده. شكل الرسمه هيبقى عامل ازاي؟ عندي ار وعشان ما اتلخبطكش اعملها كده، وهنا في 6 ار معناها هي هي مسيره اصلا. طب ما كده الفولتميتر بيقرا كام؟ كده الفولتميتر بيقرا اي في 6 ار. ما هو الفولتميتر بقى على 6 بس دلوقتي، لان انا لما افتح ده لغيته خلاص مش موجود. يبقى في 1 بيقرا 3 ار 3 اي ار وفي 2 6 اي ار. طب ولما اقفل الاثنين مع بعض؟ تعال نشوف بقى لما نقفل الاثنين مع بعض كده. لما اقفل الاثنين مع بعض بقى الايكويفلنت بتاعهم 3 ار و6 ار ب 2 ار. فشكل الرسم عامل ازاي؟ ادي ار، هشيل بقى دي معلش عشان ايه ما لخبطش الدنيا. ادي الار بتاعتي هي الاولانيه، وادي الباتري اهي. وبص بقى دول مع بعض كده بارلل بكام؟ ب 2 ار. عرفت منين؟ 3 في 6 على 3 زائد 6 ب 2. يبقى كده قرايه الفولتميتر بكام؟ اكتبها فين دي بقى؟ اكتبها، تعالى كده نجيب قلم ابيض ونشيل الكلام ده. اكتبها لك هنا. يبقى في 3 بيقرا اي في 3 ار. تعرف دلوقتي ترتبهم ولا لا؟ ها 3 ار 6 ار 3 ار. ايه ده؟ يعني ده وده ايكوال، ده وده ايكوال. طيب انا عندي اكبر حاجه اللي هي مين؟ في 2. يبقى عايز حاجه فيها في 2 اكبر حاجه، مفيش غيرها اصلا. بي
طب المفروض دول ايكوال؟ لا لا. ليه ال R equivalent هنا بكام؟ ب R و 3 R يعني 4 R. يعني انا لو عايز احسب الكرنت في الحالة دي VB divided 4 R فده سميه I واحد. انما هنا ال I equal VB على 3 R فده سميه I 2. فالآي اللي هنا غير الآي اللي هنا عشان كده هما مش إيكوال. طب أنا هعرف منين بقى مستر؟ أنا مش هقدر أحسب طبعا، مش هقدر أحسب. أمال هتعمل إيه؟ عرفت أنا منين إن V3 أكيد أقل من V1 اللي جابه بي؟ عرفت منين؟ هو أنت دلوقتي مش الآر كان ب 3 آر؟ فالفولت اللي عليها هو اللي على 3 آر؟ يعني V1 هو الفولت على 3 آر؟ طب وهنا لما أقفل الاتنين مع بعض بقى الفولت على كام؟ على 2 ار. فالار قلت فالفولت لازم يقل. هتقول يا مستر بس الكرنت زاد اهو، الكرنت اكيد هيزيد من المقاومه قلت. اه بس الفولت يتاثر بيه زي ما قلنا يتاثر بالار. يبقى انا هنا لما اقفل الاثنين سويتش المقاومتين بقى بارلل فصغرت الار جدا، يبقى الفي ايكوال اي في ار. قللت الار ايكويفالنت زودت الاي شويه، بس الفي تسمع كلام مين؟ تسمع كلام الار وتقل. يبقى اعلى فولت عندي هو فولت رقم 2 ثم هيكون فولت 1 بعد كده فولت 3. طيب نيجي للسؤال اللي بعده اللي هو 51 in the opposite electric circuit if the voltmeter reading was V. If the voltmeter reading was V when the switch was open. يبقى هو بيقرا V لما ده كان open، يعني مش يعني ده مش موجود خالص معانا، همسحه خالص اهو، ده مش موجود open. طيب والفي بكام؟ برضو في بي عادي لان الانترنال بكام؟ بزيرو. ماشي 2 ار 3 ار ار اوكي. طيب ولما اقفل السويتش يقرا كام؟ يقرا كام في؟ تعال الاول كده نشوف. انا عندي ار 2 ار 3 ار يعني عندي 6 ار. ايه رايك لو انا قلت لك ان الباتري دي ب 6 فولت او 6 في؟ مش 6 فولت لا 6 في. دي نصيبها كام؟ دي نصيبها كام؟ نصيبها V. طب ودي نصيبها 3 V. دي نصيبها 2 V. لا مش نفع، انا عايز حاجة تتقسم. طيب ممكن نحلها ارقام. تعالى نفترض ان الليت ال V B equal 1 وليت كمان ال R equal كام؟ equal 1. تعالى نحسب في before والسيركت زي ما هي كده. الاي في الحاله الاولى ب1 ديفايدد ها 1 و2 و3 ب6 6 امبير. طب الفولتميتر في الحاله الاولى ارى كام؟ ارى اي في ار يعني 1 على 6 في 2 ار يعني في 2 يعني اقرا 1 اوفر 3 فولت. يعني الفي اللي هو بيتكلم عليها دي بتساوي كام؟ 1 اوفر 3 فولت. ده كده الحاله الايه؟ البيفور قبل ما اقفل. تعالى بقى نعمل ايه؟ تعالى نقفل. لما نقفل دلوقتي انت لغيت ده ليه يا مستر؟ ما فاضل لك فاضي بارل الحاجه يلغيها خلاص شكرا. ليت ان الفي نفس نفس الافتراض بتاعتنا. يلا الاي هيكون بكام؟ في بي على ار ايكويفالنت دلوقتي بقت كام؟ 5. طب والفولت يقرا كام؟ اي في ار 1 على 5 في 2 يعني 2 على 5 فولت دي 5. طب انا عايز اعرف برضو هو ده كام من ده؟ نعمل ريشيو نقسمهم على بعض عشان اعرف هو كام منه. يبقى هعمل ايه دلوقتي؟ هقول V2 على V1 ايكوال كام؟ ال V2 جبناه بكام؟ 2 على 5 وال V1 1 على 3. طب ما ال V1 ده سميناه ايه؟ سميناه V. هو قال لك ان اسمه في الاول. اعمل لي بقى كده كروس 2 على 5 ديفايدد 1 على 3 6 على 5. ال 6 على 5 دي ليها كام يعني؟ 1.2. يبقى ال V2 يبقى ال V2 ايكوال كام؟ 1.2 V.
1.2 V. يبقى انا حليتها بالارقام، افترضت ارقام من دماغي، حليت قبل وبعد، وعشان اعرف في الاول ال V2 ده بيساوي كام من ده لازم اعمل ريشو، اقسم ده على ده. طيب ماشي، تعالى كده نفكر فيها بطريقه تانية. ده اسمه في بي، وبرضه نفترض الارب واحد، عندي 2 و3 وده مش موجود بقى خلاص، ده مش موجود معايا اشيله خالص، معايا في بي ما اعرفش هي عباره عن كام، هي في بي وخلاص، عندي هنا ار 3 ار 2 ار، قال لي ان ده بياخد كام، قال لي ان ده بياخد في. طب ما انا عايز اعرف ده بيساوي كام من الفولت التوتال. ما دلوقتي الفولت ده بيساوي كام؟ اكيد هو الفولت ده زائد الفولت ده زائد الفولت ده بيساوي كام؟ في بي. ده كلام منطقي. طب اذا كانت ال 2 ار خدت مني في، ال 3 ار تاخد كام؟ كروس مالتبليكيشن. 3 في على ال 2 ار تاخد 1.5، ما هو 3 ار في في 3 ار في على 2 ار في يعني 1.5 في. طيب يبقى ده عليه كام؟ 1.5. طب ده يبقى عليه كام؟ ار في على 2 ار يعني نص في بس، نص في. طيب يعني كده فولت البتري بكام؟ في ونص في، 1.5 في يعني كده 3 في. خلاص يا عم شكرا، عرفنا كده من الجيفنز ان ده لو خد في ده ياخد نص في، ده ياخد ايه؟ 1.5 في، يبقى التوتال 3 في. اقفل لي بقى السويتش. يعني ايه اقفل السويتش؟ يعني الغي الريزيستنس دي خالص، شيلها بقى، هي هتشيل دي. دلوقتي بقى عندي بقى ايه؟ بقى عندي 2 ار و 3 ار، وانا معايا 3 فولت، اقسمهم ازاي؟ ما هو 2 ار و 3 ار 5 ار، 5 ار وكل اللي معايا 3، يبقى نصيب الواحد كام؟ 3 على 5، يبقى نصيب الواحد الار الواحده تاخد مني كام؟ نصيبها مني 0.6 فولت. طب ما ده 2 ار يعني تاخد كام؟ 1.2 فولت، الضعف. ما هي الار الواحده تاخد 1.6، يبقى 2 ار تاخد 1.2 اللي هي فعلا طلعت معانا ايه دي. عندك الطريقتين، شوف اللي عاجبك فيهم اعمله. 52 in the opposite electric circuit it consumed the power في ال 9 ohm بكام؟ ب equal to 81 watt. يبقى البوتنشال ديفرنس اللي على الباتري بكام؟ الجيفن اللي معايا ان دي واخده مني 81 watt. هو انا عشان اجيب الفولت بتاع الباتري اصلا، الفولتج ديفرنس بين الباتري، اما بقول اي ار ايكويفالنت بلس ار انترنال، بس مش معايا ار انترنال، يعني اما اي ار ايكويفالنت، يا اما تقول لي لو كان بقى عايز فولت الباتري نقول في بي ايكوال اي توتال ار ايكويفالنت بلس ار انترنال. هو عايز البوتنشال ديفرنس بين البولز اللي هو الفولتميتر اللي هنا، الفولت اللي هنا اللي هو بيساوي كام؟ في بي ماينس اي ار اللي هو بيساوي اي ار ايكويفالنت، الفولت اللي هيخرج من الباتري اللي هو اي ار ايكويفالنت. طيب الار ايكويفالنت تعالى نجيبها يلا، 10 و15 بارلل، 6 6 و9 15. فين الاي؟ معكش غير جيفن واحد اللي هو الباور والتسعة. الباور عشان اجيب منها اي يبقى اي سكوير في ار، يبقى الباور 81 اي سكوير في الار اللي هي بتسعة، يبقى الاي دي بكام؟ 81 على 9 ب 9 روت 3، روت قصدي 9 بكام؟ ب 3، يبقى الاي ب 3. 3 في 15 ب 45. يبقى هو كان عايز مني ايه؟ البوتنشال اللي على الباتري اللي هيخرج من الباتري اللي هو الفي، اللي هو الفي بيقرا كام؟ بيقرا في او يكون كام؟ في بي ماينس اي ار، او بيقرا اي ار ايكويفالنت. انا مش معايا الفي بي ولا معايا الار ايكويفالنت، فهشتغل بمين؟ بده. 53
The opposite diagram show an electric circuit consists R1 من 13.5 دي 13.5 R2 4.5 R3 ب 2 اوم الانترنال 5 على 8 الكرنت ذات باسز ان R1 از 1 امبير الكرنت اللي هنا ب 1 امبير عايز قرايه الفولتميتر وعايز الاي ام اف طيب انا عشان اجيب الفي بي محتاج الاي توتال والار ايكويفالنت والار انترنال هل معايا الاي توتال لا تعال نجيبه يلا ما انا معايا الكرنت هنا ب 1 يبقى الكرنت هنا بكام ما هقول اي في ار ايكوال اي في ار يعني 1 في 13.5 ايكوال الاي اللي هنا في 4.5 اي 2 في 4.5 يبقى الاي 2 بكام 13.5 على 4.5 يطلع 3 يبقى الكرنت هنا بكام ب 3 يبقى الكرنت اللي هنا بكام 1 و3 يعني 4 امبير خلاص دي كانت ب 5 على 8 اوم اللي هي الار انترنال يبقى ده كام ب 4 امبير كده جبنا الاي توتال جبته ازاي دول بارلل اي في ار ايكوال اي في ار معايا ده معايا الاي والار معايا الار اجيب الاي اللي هنا 3 امبير طيب الكرنت توتال بكام اجمع الاثنين مع بعض يبقى ده الكرنت اللي كان داخل ب 4 امبير جبنا التوتال يلا نجيب الار ايكويفالنت ار 13.5 و 4.5 بارل يبقى 13.5 في 4.5 على 13.5 زائد 4.5 الكلام ده كله بلس الار اللي هنا اللي هي 2 هيطلع كام معايا يطلع 5.375 بلس الانترنال 5 على 8 بلس 5 على 8 طلع معايا 6 يبقى 4 في 6 ب 24 يبقى الاجابه يا دي يا دي كده انت جبت ايه الفي باتري عايز قرايه الفولت ميتر طب ما هو الفولت ميتر بيقرا كام اي في ار 4 في 2 ب 8 يبقى الاجابه فعلا هتكون مين هتكون ايه In the opposite electric circuit there is a resistance AB 12 كيلو اوم من ايه فين القلم اهو من الاي لحد البي كل ده كده كل ده من الاي لحد البي كل ده يساوي 12 كيلو اوم فكك من كيلو دلوقتي 12 طيب لما وصلنا البوتنشال ديفرنس ووصلناها مع بوتنشال ديفرنس ب 220 اكن هنا في بطاريه ب 220 if the part AC that represents the quarter of the resistance الاي سي الحته دي بتمثل كام ربع الريزيستنس اللي هي كام ربع في 12 اللي هي 3 كيلو اوم حته بس دي كده نكتبها من جوه احسن 3 كيلو اوم يبقى الجزء ده بكام 9 كيلو اوم اكيد يعني ما هي كلها ب 12 ما هو كل ده ب 12 كل ده كده ب 12 اي سي بتمثل الربع يبقى 3 كيلو كل ده الباقي 9 كيلو تو ا فولت ميتر اوف 6 كيلو تو ا فولت ميتر اوف ريزيستنس 6 كيلو يبقى الفولت ميتر دلوقتي ليه ريزيستنس بكام 6 كيلو يبقى الريدنج بتاعته بكام تعال نشوف تعال نعمل ايه نحسبها بالارقام هو خلاص معانا الارقام مش لازم ايه احلها بعناية على طول يلا نجيب الكارنت مع بعض الاي 220 على الار ايكويفالنت يلا 6 كيلو و 3 كيلو كام 2 كيلو 2 كيلو 9 كيلو 11 كيلو يبقى 220 على 11 تايم 10 باور 3 يطلع لي كام 0.02 امبير مستر انت جريت وما فهمتش بص دولت مع بعض كده متوصلين بارلل 6 و 3 خدهم على الكالكوليتر برودكت على الصم هيطلع لك 2 الاثنين دول لما تجيبهم كده تحسبهم كده 2 كيلو اوم في جنبيهم 9 كيلو اوم علاقتهم ببعض سيريس يبقى 11 اهو 11 كيلو كيلو تايم 10 باور 3 يلا هات لي قرايه الفولت ميتر اي في ار انهي ار الاثنين مع بعض اللي هي 2 كيلو يبقى 0.02 في 2 تايم 10 باور 3 يطلع لي 40 فولت The current that passes in the ammeter is 1 ampere هات لي قرايه الايه الكرنت اللي مش هنا هات لي الكرنت اللي هنا
الاي 12 اوم. حضرتك عشان تجيب لي الاي 12 اوم محتاج الفولت اللي على ال 12 اوم ديفايدد الريزيستنس اللي 12 اوم، يعني انا محتاج الفولت اللي هنا. طب ما الجزء ده من السيركت بارلل مع كل العك اللي هناك ده، يعني انت لو جبت الفولت هنا هو هو الفولت اللي هنا. تعال نشوف. يلا 2 و 4 6 دول كده سيريس اهو، نفس الكارنت مش كده ولا ايه؟ سيريس. طيب ماشي فيهم كام؟ ماشي جواهم 1 امبير. طب ما اكيد السته الثانيه اللي بارلل ليها دي، السته المايله دي مش بارلل للسته اللي هناك دي، يبقى كده هنا في كام برضو؟ 1 امبير. مش متخيل طبعا اقول ايه. بص يا سيدي ادي ال 12 12 اوم بقى مش كيلو اوم، 12 اوم، وادي الباتري. نبسطها 2 و 4 6 اهي، وفي 6 مايله هنا كده، وهنا في كام؟ 3. ايه علاقه 6 ب 6؟ بارل. مش متاكد، حط النقط. لو سميت دي واحد هعدي على مقام واغير الاسم بقى اسمها 2، سلك فاضي على نفس الاسم يبقى اسمها 2. السته اولها واحد واخرها 2 والسته اولها واحد واخرها 2، يبقى الاثنين دول مع بعض بارلل. فلو هنا في 1 امبير يبقى هنا في كام؟ 1 امبير، منطقي. يبقى هنا في كام توتال؟ توتال 2 امبير. كانوا ماشيين كده، دخل هنا 1 امبير ثم دخل هنا كام؟ 1 امبير. كمل معايا. السته والسته لما نلمهم مع بعض بارلل يبقى لي كام؟ 3 امبير، 3 اوم قصدي. يبقى انا عندي هنا 3 اوم، وفي هنا كمان 3 اوم. معدي فيهم كام؟ 2 امبير. ايه علاقة التلاتة بالتلاتة؟ ما تقوليش بارل عشان فوق بعض، لا هما نفس الفرع، يبقى الاتنين سيريس. خلاص همسحهم وارسم ستة. سهل. يبقى الاتنين دول بستة. معدي فيهم كام؟ 2 امبير. طب فاكر بقى ان البارل اللي قلنا الفولت ايكوال الفولت، يبقى اقول لك ايه؟ 2 في 6 اكيد ايكوال الاي في 12. يبقى الاي اللي في 12 ده بكام؟ ها؟ بواحد امبير برضو. 2 في 6 ب 12 ايكوال 12 في حاجه، يبقى الحقيقه بواحد. اي في ار ايكوال اي في ار. يبقى كل القصه بس ان انا عملت ايه؟ جبت الكرنت اللي هنا كان جيفن 1، فجبت الكرنت اللي هنا البارل ليها برضو ب 1. فقدرت اعرف ان التوتال اللي في الناحيه اللي على اليمين ب 2 امبير. لميت كل الدوشه دي في مقاومه واحده ب 6 عشان يبقى عندي الرسم المكرمل لحاجتين بس. فاقدر اقول بقى الاي في الار والاي في الار. نمبر 56 ار 1 الكرنت اللي فيها ب 2 امبير، هنا في ماشي كده 2 امبير. طالب مني الايكويفلنت ريزيستنس، ليها اكتر من حل. ليها اكتر من حل. اسهلهم بصراحه ان الار ايكويفلنت ايكوال الفي على الاي. الفي اللي هو 12، الاي اللي هو كام؟ ما هو طالما انا عايز الاي توتال طبعا، ما هو انت عايز الار، انت عايز الار ايكويفلنت للار توتال، يبقى الفي توتال على الاي توتال. الفي توتال ب 12 ناقص لك الاي توتال. طالما الار دي دبل الار اللي فوقيها، يبقى الكرنت اللي جواها نص الكرنت اللي فوقيها، ما هو الاثنين نفس الفولت. فلو ار دبل يبقى الاي هاف، فالاي اللي هنا اكيد 1 امبير اكيد. يبقى التوتال بكام؟ 3. ما هو اللي داخل 2 و1 يبقى هو اصلا كان 3. 12 على 3 بكام؟ ب 4. دي طريقه غالبا ما كانتش تيجي في بالك. طب ايه اللي كان ممكن يجي في بالك بقى؟ انت عارف ان هنا في 2 امبير. خلاص يبقى الار 1، الار 1 لوحدها بفي على اي، في على اي، الفولت ب 12، ما هو الانترنال ب 0، يبقى الباتري دي هتخرج 12، يبقى الار 1 عليها 12 والار 2 عليها 12. يبقى في على ار، في على اي اسف، في على اي 12 على 2 بكام؟ 6 اوم. طب ما دي ضعفها يعني 12 اوم، يبقى انت حضرتك جبت دي بكام؟ ب 12 ب 6 اوم. ودي ضعفها يعني كام؟ 12 اوم. خدهم بارل على الكالكليتر هيطلع لك 4. دي الطريقه الثانيه.
four identical identical lamps كلهم equal. والانترنال بتاع الباتري نيجلكتد، والسؤال ده ما كانش هيتحل غير لو الانترنال نيجلكتد. البوتنشال ديفرنس از 3 فولت. يبقى الاي ام اف بكام؟ يبقى الراجل بيقول لك الانترنال بزيرو. افهم من كده ان الفي ايكوال الفي بي، يعني الباتري هتخرج لي كل اللي عندها، والفولت اللي على اللمبه سي الفولت اللي هنا بتلاتة. يبقى التوتال في بكام؟ مش احنا قلنا البوتنشال بيتقسم في السيريس، يعني الفولت اللي هنا زائد الفولت اللي هنا زائد الفولت اللي هنا كل ده بيساوي كام؟ الفي بي. يبقى الفي بي اكيد هي مجموع الفولت اللي عند ايه بلس الفولت اللي عند سي وبي مع بعض بلس الفولت اللي عند دي. صح الكلام؟ طيب دلوقتي طالما سي واخده 3 فولت يبقى بي واخده كام هي كمان؟ 3 فولت. ابص للرسمه، عندي ار، بص الخطوه الجايه نص ار. ليه؟ ما هو الاثنين دول متوصلين ازاي؟ بارلل، ار وار يبقى نص ار. واخر حاجه عندي ار كمان. طب الراجل بيقول لي ايه؟ الراجل بيقول لي ان الار دي او النص ار دي اللي هي اللامب سي واخده 3 فولت. بالعقل والمنطق اذا كان النص ار واخده 3 يبقى الار تاخد كام؟ اعملها كروس ملتيبيكيشن، النص ار واخده 3 يبقى الار تاخد 6، يبقى الار تاخد 6. اجمعهم لي كده كلهم 6 و3 و6 15. يبقى قايمه على ايه؟ ان الاثنين دول بارلل، لمتهم في مقام واحد ار على 2 واخدين كام؟ واخدين 3. صح كده؟ طيب يبقى الار الواحد تاخد كام؟ ما هي دي ضعفها، يبقى تاخد ضعف الفولت، يبقى تاخد 6، يبقى كله 6 و3 و6 15. 58 what will happen للبرايتنس بتاعت اللامب A و B لما السلايدر بتاع الريستات موف فروم X تو Y neglecting الانترنال بتاع الباتري. طيب مبدئيا والسلايدر عند النقطة X انا اللمبة دي موصلها بارلل مع سلك فاضي فبيلغيها. فمبدئيا هي مش منورة اصلا. ولكن كل ما بحرك السلايدر واحطه هنا انا كده بخليها بارلل مع المقاومة دي، فالكرنت يتقسم عليهم هما الاثنين، فتبدا ان القرايه بتاعتها ايه؟ تزيد. يبقى اكيد لامب بي اكيد اكيد هتزيد. ما كانتش منوره وهتنور، بس يعني ما كانتش منوره في الاول اهو، ما كانتش منوره خالص. ودلوقتي هنقلها فين بقى؟ هنقلها هنا. فكده الكرنت وهو جاي يقابل قدامه كام طريق؟ يقابل قدامه طريقين، فيقسم نفسه حبه هنا وحبه هنا، فاللمبه تبدا تنور عادي جدا. يبقى ما كانتش منوره هتنور، يبقى الاجابه بتاعتها انكريز. ركز بقى في الحته الجايه دي عشان نحلها بسهوله من غير بقى ما نعوض في ارقام والمساله تطول معاك في الامتحان، وده مش الغرض. الغرض ان احنا نحل بسرعه. صح وبسرعه. شكل الرسم عامل ازاي؟ اصلا في البدايه الحاله الاولى عندي لمبه هنا وجنبيها مقاومه. تعالوا نفترض ان كلهم ايكوال، نفترض ان كلهم ايكوال، يعني دي عندها 1 اوم ودي 1 اوم ودي 1 اوم. طيب يبقى كده دي واخده كام؟ نص الفولت بتاع الباتري، ما هي الباتري هتخرج الفولت كله. لما حضرتك توصل دي بارل مع لمبه كمان، الار اللي هنا يحصل لها ايه؟ الار هنا ايه؟ تقل. والار لما تقل الفولت ايه؟ الفولت يقل. يبقى لازم الفولت اللي هنا يحصل له ايه؟ بالعقل كده اذا كان التوتال في بي بيساوي الفولت اللي على اللمبه ايه زائد الفولت اللي في المنطقه دي هسميه فولت 2، تعال نسميها فولت 1 فولت 2. ده ثابت، ما هو ده باتري. فولت 2 هيقل. يا مستر ليه؟ ما انت يا ابني وصلت الاثنين بارلل فالمقاومه تقل، لان الفولت فالفولت يقل. طب ولو الفولت ده قل وده ثابت يبقى ده لازم يحصل له ايه؟ يبقى لازم ده يزيد عشان يعوضوا بعض، واحد قل التاني يزيد، لان الكفه دي ثابته. الفولت ده كونستنت. يبقى ده اضاءه اللمبه ايه؟ لازم هتزيد.
يا مستر انا مش فاهم بصراحه موضوع الفولت ده. بص يا سيدي، الكام مساله اللي جايين دول هحتاج احل دي كويس جدا، مهمه قوي، وهشرحها برده بالتفصيل اكتر، او هنحل عليها اكتر وندرب عليها اكتر في ليكتشر 4 ان شاء الله والواجب بتاعها. طيب انا هشرحها لك بطريقه ثانيه. اول جزئيه ان حضرتك خلاص مقتنع وعارف ان اللمبه دي ما كانتش النهارده هتنور، فاكيد الاجابه انكريز بتاعت بي. طب هو حضرتك لما تجيب السلايدر بتاعك هنا مش انت بتوصل دول بارلل؟ يعني الار بتقل يعني الكرنت هيزيد فاضاءه اللمبه تزيد، يبقى الاجابه انكريز. طب ما انا كان ممكن اقول لك دي من الاول ورايح دماغي صح؟ لا، انا عايزك تعرف بقى الحاله الثانيه اللي انا لسه قايلها من شويه. ليه؟ ده اللي مهم، ده الصعب، ده اللي هيحل بعد كده، هتلعب فيه في الاول وهتلعب عشان تفهمه بس، بعد كده هيحل معاك اي مساله بسرعه بعينيك بس كده. فلازم تبقى عارف الطريقتين بس، اللي يهمني انا انك اللي يهمني انك تبقى عارفه الطريقه الاولى اللي هي طريقه الفولت. طريقه الكرنت مش دايما هتنفعني. اوكي، زي هنا مثلا ذا سيركت 3 سيرال لامب كلهم ايكوال 111، لما نقفل السويتش ايه اللي يحصل للريدنجز بتاعه الفولت ميترز هنا او اضاءه اللمبه، سوري، يحصل لها ايه؟ طيب مبدئيا انا لما اقفل السويتش تاني، ما هي نفس السؤال اللي فوق على فكره بس طريقه ثانيه، يعني مرسومه بشكل مختلف، بس لما اقفل السويتش هنا الفولت هنا هي ايه؟ هيقل صح كده؟ فالاضاءه هنا بتاعت بي تقل، يبقى لامب بي لازم تقل لان الفولت اللي عليها قل. طب ما لو الفولت اللي هنا قل، الفولت اللي هنا لازم ايه؟ يزيد، يبقى لامب ايه اكيد انكريز. اكيد يعني مش هيسالك على سي عشان سي ما كانتش منوره وهتنور، فاكيد مش هتسالك عليه. يبقى لامب ايه انكريز، لامب بي ديكريز. شكرا. طب لو عايز احلها لك بالكرنت عشان اقنعك بلامب بي اضاءتها تقل، لازم احط لك ارقام واحلها، لازم، وده هيطول معاك في الامتحان. في منكم اللي بيعمل ايه؟ يقول لك اه يا مستر انا بقفل السويتش فالكرنت لما يجي هنا بيتقسم، فاكيد الكرنت اللي هنا هيبقى اقل من الاول فالاضاءه تقل. الاضاءه فعلا هتقل والاجابه صح مش غلط، بس الشرح نفسه غلط. ليه؟ انت نسيت انك لما تقفل السويتش انت بتقلل الار فبتزود الكرنت التوتال، فالكرنت اصلا قبل ما يتقسم بيزيد. انا ايش عرفني بقى انه بعد ما يزيد ويرجع يتقسم الكرنت اللي هنا اقل من في الحاله الاولى لما كان عامل كده؟ ايش عرفني بقى؟ بس طبعا جاني كلامك صح برضو مش غلط، بس انا عايزك تبقى مقتنع وفاهم اللي بتعمله، مش لو يلا بالسنس كده اه قشطه انا قفلت ده فقال لك كرنت تقسم، لا لا مش كده، مش عايزين نتبع الاسلوب ده، لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. يبقى بالنسبه للام بي بي بعد اذنك، لما بقفل السويتش المقاومه بتاعه الجزء ده بتقل فالفولت بتاع الجزء ده بيقل فالاضاءه هنا هتقل، يبقى لمبه بي لازم تقل. طب ما الفولت كله ثابت، يعني الفولت بتاع الباتري هو فولت لمبه ايه زائد الفولت الثاني اللي هو لام بي بي مثلا. لو فولت لامب بي قل لازم فولت لامب اي يزيد لان ده كونستنت، لان البوتنشال بيتقسم في السيريس ودول مع بعض سيريس. طيب خلاص يا مستر انا زهقت واقتنعت بلامب بي، اقنعني بقى بلامب اي بالطريقه الثانيه. لما تقفل السويتش حضرتك الار ايكويفالنت بت ايه؟ بتقل. فاكر من شويه قلت لك الكرنت توتال بايه؟ بيزيد، فالاضاءه بتاعت اللمبه ايه هتزيد لان هيعدي فيها كرنت اكتر. هنا بقى مش محتاج اثبت لنفسي، ما هو زي الشمس، لان اللي معدي في دي الاي توتال. في الاول كان باي، كان كده اي وخلاص ما اعرفش. لما اقفل انا متاكد انه اكتر من اي لان انا عملت بارالل كونكشن فصغرت الار ايكويفالنت. انما بالنسبه لبي بقى عشان اثبتها لك لازم احطها لك ارقام ونحسبها. اوكي، مش تبقى كافيه انك تقول لي اه اصل قفلت السويتش فتقسم خلاص. يبقى مهم قوي تبقى عارف الطريقتين. واسوا اسوا اسوا ظروف لو قتلت هتحط لي ارقام، هتقول لي ليت الار ايكوال 1 الفي بي ايكوال 1 ويتعامل كانها مساله عاديه وتحسبها. نمبر 60 فور ايدنتيكال، كلهم ايدنتيكال. طيب كونسرنينج البرايتنس مين اكتر؟ ايه النظام؟ مين ايكوال مين اكبر؟ ايه الدنيا؟ بص يا سيدي، هو اكيد اللمبه دي اضاءتها زي اللمبه دي. ليه؟ ما هم نفس الار ونفس الاي لان هم سيريس، يبقى انا متاكد ان فولت ايه، او تعالى بقى نسميها ايه، الاي ايكوال البي، اضاءة A يكون اضاءة B، وبرضه انا متاكد ان اضاءة C يكون اضاءة D، ما هما الاثنين بارلل وايكوال فوصل لهم نفس الكرنت او وصل لهم نفس الفولت فنفس الباور، مش قصه. ده هو ده خلاص ماشي.
الاثنين ايدنتيكال بيوصلوا نفس الفولت وبالتالي نفس الاضاءه. طب يا ترى بقى اضاءه دول اكتر ولا اضاءه دول اكتر ولا الاثنين ايكوال؟ هو اكيد استحاله ايكوال. طيب الفولت في السيريس بيحصل له ايه؟ بيتقسم. فلو دي عندها في بي دي تاخد بلاش خليها في في نبسط الرموز كده، دي تاخد نص في ودي تاخد نص في، فكل واحده من دول واخده بس نص في. طب هنا وصلتهم ايه؟ بارل. فنفس البتري دي تاخد كام؟ في، ودي تاخد كام؟ في، فهياخدوا الفي كله، فاضاءه دول في البارل اكتر، يبقى الاضاءه بتاعتهم اكتر، يبقى اضاءه دول مع بعض ايكوال، نفس اللمبه نفس الكهرباء، اضاءه دول مع بعض ايكوال، نفس الفولت ونفس الكهرباء ونفس الار ونفس الباور نفس كل حاجه، ولكن دول مع بعض اضاءتهم اشد من ايه؟ من دول، لان هنا واخدين الفولت كله ان متوصلين بارل، هنا بيتقسم عليهم فباخد نص في نص في، يبقى هنا الفولت بيقل فاكيد الاضاءه هنا اقل من هنا، يبقى ده اضعف من ده، يبقى دي تشويس تشويس بي. 61 3 لامبس كونكتد 3 لامبس ويز ديفرنت ريزيستنس كونكتد طبعا الشون، والباتري بكام؟ او سوري از وركينج اون 6 فولت باتري، يعني اون 6 فولت، كل واحده منهم محتاجه كام؟ 6 فولت. عايز يعرف الاي ام اف كان بكام؟ طبعا الانترنال بزيرو، والسؤال ما كانش هيتحل غير لو الانترنال بزيرو، لان عشان تحل السؤال والانترنال بزيرو مش بزيرو يبقى لازم معاك الايه؟ القصه دي كلها. طب لو مش القصه دي كلها يبقى على الاقل ده الفي بلس الاي في الار، فكده كده انا عايز الاي، فمش هتحل طبعا. فدايما السؤال بيجي لك كده ايه؟ عايز الاجابه بالانترنال بزيرو. اللمبه دي محتاجه 6 فولت عشان تنور، ودي محتاجه 6 فولت عشان تنور، ودي محتاجه 6 فولت عشان تنور. هم انت بقى تعمل ايه؟ 6 و6 و6 18 وتشد خط على طول ولا كأنه قلنا حاجه. مش احنا اتفقنا وشرحنا ان الفولت ثابت في البارل اللي بتقسم في سيريس؟ يعني الاثنين دول 6 ولا 12؟ 6، لان ال6 دي هي هي ال6 دي، فانا اكشلي محتاج كام؟ 12. ليه بس؟ ما عشان دي عايز 6 ودول مع بعض عايزين 6 مش عايزين 12، يبقى 6 و6 12، يبقى 6 و6 12. مش هتقولي بقى ايه 6 و6 12 و6 18؟ لا مش بنجمعهم، هما مش متوصلين كده عشان تجمعهم. عارف لو متوصلين كده تقولي 6 و6 و6 12، انما الراجل بيقول لك لمبتين بارلل مع لمبه سيريز دولت مع بعض اديهم نفس ال 6 فولت، ودول ياخدوا 6 فولت، يبقى الاثنين مع بعض 12 فولت. In the office electric circuit 3 identical برضو. When the switch is closed the brightness of lamp C يحصل لها ايه؟ طيب تعال نتكلم بفور وافتر. السؤال ده برضو نتكلم فيه بفور وافتر. تعال كده بفور امسح لي السويتش. ايه بقى المنظر ده؟ المنظر ده ان الكرنت خارج كده هيجي هنا، هيلاقي كام فرع؟ فرعين، جزء يخش هنا وجزء يخش هنا، فواضح ان اللامب A واللامب C سيريس بارل مع اللامب B. يعني انا ممكن اعيد شكل المساله عشان تبقى سهله لعينيك، هو دي الحته اللي هو بيلعب عليها ان انت ايه تتلخبط في الرسمه، بس هما الاثنين سيريس انا هعدلهم بقى. بص انا الاثنين دول كده هوقفهم كده، هجيب السلك ده هنا، ده كده هنقله الناحيه دي فوقفها كده، فبقى في لمبتين هنا، يبقى دي سي ودي ايه، وبي زي ما هي تحت يا عم. تمام تمام. تقدر تقول لي لامب سي وصل لها كام فولت؟ اللامب سي هو طبعا الانترنال بزيرو، فدي مخرجه الفي بي وكلهم ايدنتيكال، فدي تاخد تعالى نسميها في يا سيدي، دي واخده نص في ودي واخده نص في، زي المساله اللي فاتت بقى من شويه، ما الاثنين ايدنتيكال فالفولت يتقسم في السيريس نص فولت نص فولت خلاص. طب ودي واخده كام؟ واخده الفولت كله في، لانها بارلل مع على طول مع الايه؟ مع البتري. طب انت هتعمل ايه يا مستر؟
انا عايز اقفل السويتش. لما اقفل السويتش امسح لي بقى الكلام ده خالص واقفل لي السويتش. لما اقفل السويتش يا سيدي ايه اللي يحصل؟ سلك فاضي بارلل حاجه. تعال نشوف هيلغي مين. 1 1، سلك فاضي لازم امشي فيه وسلك فاضي لازم امشي فيه، يبقى ده 1 وده 1 وده 1 برضو، واللي اوله زي اخره بنلغيه. فده اتلغى، هجيبها بالسلك الابيض كده وقلم ابيض وايه واشلك خالص الجزء ده. سوري، خلاص بقى عندي لمبتين ايه بارل، مفيش غيرهم. يعني شكل الرسم عامل ازاي دلوقتي؟ عامل كده، ادي البطاريه ايه وادي اللامب سي وادي اللامب بي. دلوقتي اللامب سي واخده الفولت كله ولا لا؟ ليه؟ لان هي دلوقتي بارل مع الباتري على طول، فلو دي مخرجه في دي واخده الفي كلها ودي واخده الفي كلها. ففي الاول كانت واخده نص في، بقت واخده في، فاضتها تزيد. طب بالنسبه لللمبه بي كانت واخده في وهنا واخده في، اضتها ما تتغيرش. طب بالنسبه لللمبه ايه اتقفلت اصلا اتلغت، يبقى هي بقول لك كده واحده واحده، لامب اي جوز اوف، لامب بي نو تشينج. لا يا مستر ما الفولت ما اتغيرش عليها، نفس الفولت. لامب سي بقى اللي هو اصلا بيسال عليها نص في وبقت في، يبقى اجابتها ايه؟ انكريز. يبقى الاجابه تشويس دي. وهنشوف حاجات زي كده كتير قوي برده في ليكتشر 4 وفي الواجب بتاع ليكتشر 4 يا شباب. 63 4 لامبس اي بي سي دي ايدنتيكال، ويتش تشويس از كوريكت، وات ويل هابن تو ذا برايتنس وين ذا سويتش از كلوزد. انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل لاضاءه كل لمبه لما ابدا اقفل السويتش. ركز معايا، الانترنال بزيرو، فالفي ايكوال في بي. ركز معايا بقى نفس الفكره بالظبط، اللمبه ايه وصل لها كام؟ متوصله بارل مع الباتري، يبقى اكيد واخده مني في بي. انا لسه فتح السويتش، خد بالك. يعني ايه؟ يعني مش موجوده. انا لسه فتح السويتش فدي مش موجوده خالص، تمام. طيب دول متوصلين مع بعض ازاي؟ سيريس، الفولت يتقسم عليهم ولا لا؟ يتقسم. يبقى دي تاخد كام؟ نص. ودي تاخد كام؟ نص. نص ايه؟ نص الفي بي. فيها مشكله؟ يبقى في الاول الرسمه عامله ازاي؟ سوري، للباتري عايز اللامب هنا اهي كده. وخلاص عملنا اناليسيس بسيط، عرفنا ان دي واخده الفي كله، دي واخده نص في بي، دي واخده نص في بي. ركز بقى معايا لما اقفل السويتش. يلا، لما ابدا اقفل السويتش اللمبه دي بقت معايا، اوكي؟ شكل الرسمه بقى عامل ازاي؟ ادي اللامب اي، ادي اللامب بي، وادي اللامب دي، وادي اللامب اي سي. بص بقى سيدي وركز دلوقتي، اللامب اي كده كده واخده الفي بي لانها بارل مع البرانش ده، بارل مع الباتري، والباتري مخرجه اصلا الفي بي، فهي عليها في بي. يعني اللمبه اي نو تشينج لانها بيفور وافتر نفس الفولت، يبقى لامب اي نو تشينج، يبقى الاجابه يا بي يا سي. طيب انا لما قفلت السويتش عملت ايه؟ وصلت توصيله بارلل. ايوه، يعني ايه برضو؟ يعني الفولت اللي يعني الار اللي هنا قلت، فالفولت اللي هنا يقل، فالاضاءه بتاعت اللمبه بي تقل، فاللامب بي تقل ديكريز. طب لما الار انا وصلت بارلل بقى، انا وصلت بارلل، فالار ايه؟ قلت، فالكرنت ايه؟ زاد. يعني الكرنت اللي هنا هيزيد، يبقى اضاءه اللمبه سي هتزيد، يبقى فعلا الاجابه سي. بطريقه ثانيه، الباتري دلوقتي كانت مخرجه في بي، الفولت يتقسم عليهم نص في بي نص في بي. طب دلوقتي بقى عندي كام؟ بقى عندي ار، ودول ايه؟ دول بارل مع بعض، يعني هتلمهم لي في مقاومه واحده قيمتها كام؟ نص ار. يعني لو دي ار تبقى دي كام؟ نص ار. وبالتالي الفولت لما يجي يتقسم هنا يبقى ضعف هنا، لان الار اللي هنا ضعف اللي هنا، فدي تاخد كام؟ 2 اوفر 3 في بي. ده توضيح زياده مش لازم تعرفه، مش لازم تحسبها لي،
بس انا عملت ايه؟ قسمت الفولت على 3 لان عندي هنا كام نص؟ 3 انصاص، نص ونصين، ما دي ار، يبقى نص ونص ونص 3 انصاص. في بي على 3 يبقى النص الواحد نصيبه 1 على 3 في بي. يعني اللمبه بي في الاول كان وصل لها كام؟ نص في بي، ودلوقتي وصل لها كام؟ 1 اوفر 3 في بي. مش عارف مين الكبير، اكتب على الكالكوليتر هتلاقي ده الصغير. يبقى اذا الفولت قل فالاضاءه تقل، او زي ما قلت من شويه لما انا قفلت السويتش المقاومه هنا قلت فالفولت يقل، يبقى الار تقل فالفولت يقل، خلاص فالاضاءه تقل. يبقى الاجابه طبعا تشويس سي. 64 نفس القصه بالظبط. ان ذا اوفرز الكتريك سيركت تو ايدنتيكال بلبس وين ذا سلايدنج كونتاكت بوزيشند ان ذا ميدل، موجود في النص بالظبط هنا، يعني قسمنا الحته نصين. اعتبر دي مقاومه ب 2 ار، يعني هنا في ار وهنا في ار، قشطه، ودي ار يا سيدي دي ار، كلهم ايدنتيكال، ده بس اللي ب 2 ار. فانا لما موصل السلايدر في النص انا كده موصل ار وار بارلل وار وار بارلل، قشطه. لما كان في النص بالظبط البالمز كانت منوره زي بعض بالظبط. طيب لما حرك السلايدنج كونتاكت سلايتلي توورد واي، هزحزح السلايدر تحت كده، ابدا احركه هنا كده، ايه اللي يحصل للاضاءه؟ تعال نشوف. دلوقتي لما انا اجيب السلايدنج كونتاكت من هنا لحد هنا، سوري، انا كده عملت ايه في لامب نمبر 2؟ لامب 2 وصلتها مع شورت سيركت، فالاضاءه رقم 2 تقفل خالص ما تنورش، يبقى الاضاءه بتاعتها هتقل، برايتنس نمبر 2 ديكريز. طب ما لو دي قلت يبقى اكيد الثانيه هت ايه؟ هتزيد، يبقى الاجابه ايه؟ بي. هو ما قالكش ان انا هوديها عند واي، هو قالك موفينج سلايتلي لواي، انا بقى قمت وديتها عند واي بالظبط، لان لما اوديها عند واي هلغيها. فانا كده عرفت ان كل ما زحزح السلايدر ناحيه الشمال كده او لتحت، سوري، كل ما زحزحه لتحت كده ناحيه واي انا بلغيها، فالاضاءه تقل 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 لغايه ما تبقى كام؟ زيرو. 65 in the opposite circuit 3 identical bubbles كلهم equal r وr وr. Which of the choices describe what will happen in the brightness B، اللي يحصل اللمبه دي بس لما نقفل السويتش لو كان الباتري ليها internal او ملهاش. تعال الاول نتكلم ان هي لو ملهاش الانترنال بزيرو، انا هحل السؤال الاول لو الانترنال ايكوال زيرو وهنا الانترنال نوت ايكوال زيرو. دلوقتي بعيدا عن اللمبه دي الاثنين دول مع بعض متوصلين ازاي؟ سيريس. فالباتري مخرجه كام؟ في بي. هي ليه الباتري هتخرج في بي؟ عشان الانترنال بزيرو، فالفي ايكوال في بي. دي تاخد كام؟ نص في بي، ودي تاخد كام؟ نص في بي. طب ليه؟ عشان هما الاثنين مع بعض متوصلين سيريس، الكرنت هيمشي كده ويلف كده، صح؟ انا لسه ما قفلتش السويتش. طيب بعد ما اقفل السويتش انا كده وصلت اللمبه سي معاهم ان بارلل، فدي يبقى عليها فولت الباتري كله، ودول مع بعض عليهم فولت الباتري كله، بس زي ما قلت لك من شويه دي تاخد كام؟ نص في بي، ودي كام؟ نص في بي، لان الفولت بيتقسم في السيريس. يعني والله قفلت فتحت البرانش اللي على اليمين وصل له نص، وصل له في بي، في بي كامله الفرق كله وصل له في بي. طب هما كام لمبه؟ اثنين، متوصلين ازاي؟ سيريس، الفولت يتقسم نص في بي نص في بي. فسواء قفلت فتحت الاجابه نو تشينج، لان الفولت اللي عليها ما اتغيرش. ركز بقى معايا لو كان الانترنال نوت ايكوال زيرو، دلوقتي الفولت بقت قيمته كام؟ في بي ماينس اي ار. فلو ده مش موجود، اللمبه اللي سي مش موجوده، الجزء اللي على اليمين واصل له في ايكوال في بي ماينس اي ار، والفولت ده هيتقسم عليهم. يعني ممكن نفترض مثلا عشان بس تفهمني، هقول ان دي ب 6 مثلا، فدي تاخد كام؟ 3، ودي تاخد كام؟ 3 مثلا. ركز بقى كده لما اقفل السويتش،
لما تبدا تقفل السويتش انت كده وصلتها بارلل، فالار ايكويفالنت تتغير، فالاي توتال تتغير، ولما الاي توتال يتغير الفي يحصل لها ايه؟ تعال نشوف. هو انت عملت في الار ايكويفالنت صغرتها لان وصلت توصيله بارلل، فالكرنت هي ايه؟ هيزيد. الكرنت لما يزيد الفولت ايه؟ يقل. ما يبقاش 6 بقى، يبقى مثلا 5 مثلا. ترجع الخمسة دي تتقسم عليهم تاني، يبقى دي تاخد كام؟ 2.5، ودي تاخد كام؟ 2.5. يبقى الفولت هيقل ولا لا؟ هيقل. ولما الفولت يقل الاضاءة تقل، يبقى الإجابة سي. هتقول لي يا مستر طب معلش بقى ثانية واحدة، هو دلوقتي مش لما انا كنت الار انترنال بزيرو، لما الار انترنال كان بزيرو مش برضو لما قفلت السويتش الار ايكويفالنت صغرت؟ اقول لك اه. والكرنت التوتال زاد؟ اه. بس الفولت اللي خارج من الباتري بقى هيتغير ولا مش هيتغير؟ مش هيتغير، لان الانترنال بزيرو، فالفولت اصلا ايكوال في بي ماينس اي ار، والار بزيرو خلاص شيل بقى الكلام ده، يبقى الفي ايكوال في بي. يبقى برضو الار قلت وبرضو الاي زاد، بس الفولت اللي خارج من الباتري ولا زاد ولا قل زي ما هو، ففضلت الاضاءه زي ما هي doesn't change. امال بقى لو كان في ريزيستنس ساعتها يبقى الكرنت الفولت ايكوال في بي ماينس اي ار، يعني دلوقتي الفولت بقى يعتمد على الاي. وفعلا الاي اتغير ولا لا؟ انا غيرت الار. فلما يكون في انترنال الفولت الانترنال، لما يكون في ار انترنال الفولت الانترنال بيعتمد على الاي، مفيش ار انترنال هو لا يعتمد على الاي. وهنتكلم ده وتراك بالتفصيل في ليكتشر 4 ان شاء الله في الواجب بتاعها، وبرده هنفهمها اكتر. تعال نيجي بقى لليونتس. في سكوير في السكند على الاوم، مين في سكوير في سكند على الاوم ده؟ والله في سكوير على الار، رجعها لاصلها كده، في سكوير على الار في التايم ده كان مين؟ ده كان الانرجي. يبقى عايز ايكويفالنت يونت جول، بتقيس مين؟ بتقيس الانرجي. مين فولت في كولوم؟ فولت في كولوم، فولت في كولوم، نكتب القانون. مين الفولت في الكيو؟ مين دي في كيو؟ بي في كيو اللي هي كانت برضو الورك برضو، يعني برضو جول وبرضو انرجي. مين امبير في اوم؟ مين اي في ار؟ ما الامبير ده الاي والاوم دي الار. مين اي في ار؟ اللي هو الفولت، اللي هو البوتنشال ديفرنس. مين جول على كولوم؟ جول على كولوم رجعها لاصلها، يعني ورك على كيو اللي هو البوتنشال ديفرنس، اللي هو برضو فولت او بوتنشال ديفرنس. مين اوم في ميتر؟ لا دي معروفه اكيد، اللي هي الريزستيفيتي، السبيسيفيك ريزيستنس او الريزستيفيتي. يا مستر انا مش لاقي ايكويفالنت يونت، يا سيدي فك الاوم لاي حاجه، مثلا فولت على امبير في متر، خلاص فكيت الاوم لفولت على امبير عادي. مين جول؟ جول على الاوم في الكولوم، تعال نرجع لاصلها، الجول اللي هو الورك على الاوم اللي هي الار، الكولوم اللي هو الكيو. هو مش الورك على الكيو ده اصلا اللي هو الفولت، احنا لسه قايلين خلاص شيلهم اكتب في. مين الفي على الاي ده؟ مين الفي على الار قصدي؟ اللي هو الاي. يبقى الامبير او هقول الكرنت ايه؟ الكرنت، الالكتريك كرنت انتنسيتي.